واهلا بيكم حلقه نهايه الاسبوع وكلمه اخيره. النهارده كان يوم التعليم بامتياز، يوم كامل تحدث فيه الرئيس بالتفصيل عن التعليم الاساسي والجامعي، كرم المتفوقين الجامعيين في استاد الاسماعيليه بحضور حشد هائل من الطلبه من الجامعات، وكانت له الحقيقه تصريحات مهمه طوال اليوم اجاب فيها عن اسئله كثيره وبعضها شائك فيما يتعلق بالتعليم. اولا اللي اعتبره اهم ركيزه لبناء مصر، واكد ان الدوله لم تبخل في الانفاق عليه رغم الصعوبات الاقتصاديه. ايضا رد على اسئله كثيره حول الانفاق على البنيه التحتيه، قضايا زي عسكره الوظائف، ان ناس كثيره بتقول هم ليه بتصروا على 6 أشهر المدرسين او غيرهم من الوظائف يروحوا يتدربوا في الاكاديميه العسكريه. كل دي قضايا. واتكلم ايضا عن هروب الشباب، من بعض الشباب من الرياضيين، وقال لازم نواجه ده ولازم نضاعف الجوائز ونضاعف يعني جوائز التفوق ليهم والمكافآت. كل ده هنسمعه النهاردة، نسمع أهم هذه التصريحات. وأيضا في ساعتنا الإخبارية الأولى، ومع بداية حركة عجلة السباق الرئاسي بدأ موسم التوكيلات والتزكيات، تزكيات من نواب مجلس البرلمان، يعني مجلس النواب كلهم النهاردة أقبلوا على تحرير هذه التزكيات. طبعا حزب الأغلبية والأحزاب الكبرى بدأت بتحرير تزكياتهم النهاردة للرئيس السيسي، وهناك حشود أخرى من التوكيلات التي تحرر من المواطنين في الشهر العقاري بالمحافظات المختلفة. هنعرف بقى أيضا طب ماذا عن المعارضة، طب إيه أخبارها، طب مين اللي ممكن من النواب يحرر تزكيات للمعارضة، ده هنحاول نشرحه لكم النهاردة. أيضا النهاردة وإحنا بنواصل حواراتنا حول انتخابات نادي الزمالك، هيكون معانا في النصف الثاني من حلقتنا كابتن حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك بقائمة كاملة. طبعا كابتن حسين لبيب معروف لكل أهل الرياضة لأنه أحد رموز كرة اليد في مصر، رأس الزمالك لمدة 6 أشهر في لجنة معينة من وزارة الشباب والرياضة، في فترة الحقيقة شهدت تحقيق الزمالك لعدد كبير من البطولات. هنسمع من كابتن لبيب تفاصيل برنامجه الانتخابي، كيف سيوفر الموارد لنادي الزمالك، ما هي أولوياته بالنسبة لفريق الكرة. يوم الأحد الماضي كنا استضفنا كابتن فاروق جعفر المرشح أيضا على رئاسة النادي، نحن على مسافة واحدة من كل الأطراف ونتمنى في الأساس التوفيق لنادي الزمالك. بكرة الأربعاء في 9 مساء حلقة نهائيات الفرصة، المسابقة اللي لفينا المحافظات نبحث فيها عن شركات ناشئة لتشاركنا التسابق. هنكلمكم بعد قليل أيضا عن هذه الحلقة المهمة وعن الجوائز الكبرى اللي هياخدوها الفائزين غدا بإذن الله. يلا نبتدي الحلقة. زي ما قلت لكم النهارده يمكن اعتباره يوم خاص للتعليم واولوياته وطرح الاسئله المهمه حول هذا الملف المصيري. الرئيس السيسي اتكلم عن مشكلات التعليم، انخفاض الانفاق عليه مقارنه بالكثافه الطلابيه، 750 الف طالب بينضموا لقطاع التعليم سنويا. الرئيس كمان اثناء حضوره الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر في جامعه قناه السويس بالاسماعيليه تحدث عن امور كثير شائكه وقضايا كثيرة كانت محط أسئلة الناس خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها هل الدولة تقوم بعسكرة القطاعات المختلفة؟ ليه بندرب موظفي الدولة الجدد والمعلمين داخل الأكاديمية العسكرية؟ ده كان محط استفهام لناس كتيرة وكان بصورة واسعة على السوشيال ميديا. الرئيس كمان فتح ملفات مهمة أيضا للرياضيين وللأبطال من الألعاب الفردية، وهو ملف مهم احنا كنا فتحناه كتير، والحقيقة أكد على
تقديره لكل اللاعبين، ووجه بإعادة النظر في مكافآت اللاعبين ومضاعفاتها علشان لاعبينا ما يهربوش. والحقيقة دي كانت يعني ده ملف مهم جدا، ومسألة التقدير دي مسألة مهمة الأبطال دايما بيطلبوها. عدم التقدير بيسبب لهم ألم، وهو الرئيس قال جملة مهمة جدا: الناس عندها عشم، هؤلاء الشباب مش هنسميه طمع، هنسميه عشم. احنا لازم نحافظ على شبابنا ولازم نحافظ على لاعبينا. ايضا احنا هنا طبعا اتكلمنا في قصة الرياضيين دي كثيرا جدا، وبنشكر الرئيس ان هو يعني ايد فكرة انه نضاعف المكافآت للاعبين. ايضا الرئيس اتكلم عما بذلته الدولة خلال السنوات العشر الماضية من بناء وانشاء وتأسيس لعجز وقصور كان موجود وتعاني منه الدولة في قطاعات مختلفة، وقال انه صندوق تحيا مصر على استعداد للشراكه مع الحكومه في انشاء 17 جامعه تكنولوجيه و100 مدرسه تكنولوجيه، واعلن ايضا عن دعم الصندوق لبرنامج دعم البحث العلمي والابتكار جن زي اللي الشركه المتحده اعلنت عنه منذ ايام مع وزاره التعليم العالي. خلونا نشوف تصريحات الرئيس ونبدأ بما قاله عن العشر سنوات الماضية التي كانت مهمة، وسماها إنها بعتبرها فترة انتقالية سدينا فيها العجز اللي كان موجود والثغرات اللي كانت موجودة في كل قطاعات الدولة. بعتبر ان العشر سنين اللي فاتوا دول كانوا عباره عن مرحله انتقاليه لسد الثغرات والفجوات اللي كانت موجوده في كل قطاعات الدوله. كانت ايه؟ سد الفجوات والثغرات في كل القطاعات، في قطاع التعليم، في قطاع الصحه. وبالمناسبه واحنا بنتكلم في قطاع الصحه، احنا عملنا فقط 50% من البنيه الطبيه، مش كده يا دكتور؟ اللي هو اللي كنت بتتكلم في 1400 مستشفى، احنا عندنا 700. مع الوضع في الاعتبار، يا ترى الجهد اللي بيتم في ال 700 مستشفى كمان يعني يساوي حجم العمل اللي ممكن ال 700 مستشفى يقدموه؟ اشك. الهدف بتاعنا هو ان احنا نعمل توصيف حقيقي لواقعنا عشان نخرج بحلول ممكن تساهم في تقدم الدوله ديت: اصلاح، بناء، امل، استعاده ثقه. في كتير من التخصصات اللي احنا بندرسها وبتستوعب حجم من ابنائنا وبناتنا اللي في الثانويه، وهم فرص العمل ليهم هتبقى منعدمه ولا محدوده، مش عارف. وبالتالي طب انا عايز اقول لكم على حاجه، في نفس الوقت سوق العمل مستني مئات الالوف من الناس اللي هي في الرقمنه. سوق العمل مش في مصر، في مصر وبره مصر مستني ايه؟ مستني شخصيه او بني ادم او انسان او انسانه متعلم المجال ده. طب احنا بنخرج لسوق العمل قد ايه؟ لفرص عمل حقيقيه في السوق العمل سواء كان مصري او غير مصري. انا هنا ما بتكلمش بجوده التعليم خالص، انا بتكلم في نوعيه واختيار المسار التعليم. طبعا هذه التصريحات كانت في جامعة قناة السويس وفي اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للجامعات. أيضا الرئيس واجه نقاش كان مثار في الفترة الأخيرة حول الست أشهر اللي مطلوبة من الموظفين الجدد والمدرسين الجدد، وناس يعني معظم موظفين الدولة مطلوب منهم أنهم يقضوا ست أشهر في الأكاديمية العسكرية. والحقيقة ده أثار نقاش وجدل واسع بين الناس، هو أنتوا بتعسكروا الوظائف؟ وكان في جدل حول المدرسين، وكان في جدل حول الدبلوماسيين اللي في الخارجية، وكان في جدل واسع الحقيقة حول هذا الأمر. الرئيس اختار أنه يواجه هذه القضية ويشرح وجهة نظره، لماذا يعني ليه بنودي الناس للأكاديمية العسكرية، وشرح وجهة نظره في هذه القضية. هل الدولة بتحاول تعسكر الوظائف؟ الرئيس قال لا. نسمع. خلال الفترة اللي فاتت كان في نقاش اتقال على موضوع انتوا ليه بتودوا بعض الناس للأكاديمية العسكرية، وانا هكلمكم بمنتهى الصراحة
لكل المصريين اللي بيسمعوني، أنا النهاردة المعلم اللي أنا عايزه موجود في المدرسة هناك يبقى يعني مهاراته عاملة إزاي، انتماءاته عاملة إزاي، استعداده عامل إزاي. طب أنا عايز معلم يروح الساعة 6 الصبح المدرسة، فأنا بقعده 6 شهور يصحى الساعة 5 الصبح. عايز معلم يهتم بالرياضة، طب هو ما كانش بيلعب رياضة قبل كده، فأنا بحطه في برنامج عام. صحيح. لكن الفني ما بتدخلش فيه، أنا بحط إطار عام لابني وبنتي اللي أنا هسلمهم أبناء مصر بعد كده. أنا لو أقدر أعمل ده في كل مؤسسات الدولة هعمله. ليه هعمله؟ لأن أنا محتاج أن أنا الجهاز الإداري للدولة يبقى أكثر التزاما وأكثر انضباطا وأكثر تقدما وأكثر استعدادا للعطاء. طب أنا بعمل ده إزاي؟ الفكرة اللي جت هي دي. طب لو حد عنده أفكار أخرى يقول لي عليها وإحنا إيه نعملها. أنا بس حبيت أشير للنقطة ديت لأن إحنا عملناها مع وزارة النقل للناس اللي بيشتغلوا في السكة الحديد ويشتغلوا في مترو الأنفاق. عملنا نفس البرنامج 6 شهور يدرس دراسة فنية تحطها وزارة النقل، عملناها مع وزارة المالية تحط الكلام ده وزارة المالية هي اللي تحط البرنامج الفني، لكن أنا أعمل إعادة صياغة للشخصية. مش عسكر، عسكر إيه؟ لا 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 لا، أنتوا كده مش أنتوا اللي دايما بيشوه ويسيء ويبس السموم في عقول وقلوب الناس ويحطم الأمل في بكرة من خلال شائعات وأكاذيب وإفك يقولوا للناس. لا، وأعتقد دي نقطة مهمة جدا لأنها فعلا أثارت جدل واسع في المجتمع المصري حول أهم يعني ضرورة إدراج الموظفين الجدد في الأكاديمية العسكرية. الرئيس هنا بيشرح وجهة نظره لماذا طرحت هذه الفكرة، ولكن أكد أنها ليست عسكرة لقطاعات الدولة المختلفة. أيضا في حديثه اتكلم الرئيس عن بناء 17 جامعة تكنولوجية من صندوق تحيا مصر، وقال أنه قال لوزير التعليم عايزين نبني 17 جامعة تكنولوجية و حجم انفاق اعتقد 500 مليون جنيه لبناء تلك الجامعات. وايضا الرئيس دعم مبادره جنزي وهي مبادره من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه اطلقت يوم الاحد الماضي بالتعاون مع وزاره التعليم العالي، وهي أضخم برنامج بين طلاب الجامعات في مصر في البحث العلمي والابتكار وبتمويل يصل ل 50 مليون جنيه. نسمع ما قاله الرئيس. أنت قلت إن إحنا عايزين نعمل 17 جامعة تكنولوجية. أنا ما أعرفش أنتوا عاملين حسابكم على كام. أتصور 500 مليون ولا يا دكتور؟ هي التكلفة اللي كانت للجامعات القديمة 600 مليون جنيه فعلا، فاحنا نقول هنوصل لمليار دلوقتي. لا خلينا نقول 600 مليون. 500 مليون. انا يا دكتور مصطفى من صندوق تحيا مصر مستعد ندخل في البرنامج ده نبني الجامعات ديت اللي هي التكنولوجية ال 17 نص القيمة والحكومة تدفع نص القيمة. موافق يا دكتور؟ طيب. طيب النقطة الثانية، انت قلت ان في مبادرة جميلة بتاعت المبتكرين والمبدعين وقلت ان انتوا رازين لها 50 مليون. احنا برضو ممكن نساهم معاكم من برضو من صندوق تحيا مصر ب 50 مليون اضافية يبقى 100 مليون كده يبقى معايا. احنا نقول ان شاء الله اذا كانت الاراضي موجودة يا دكتور وجاهزين ان احنا وانتوا اخترتوها طبقا يعني التوزيع الجغرافي والتوزيع السكاني والكلام اللي بيتحط في الدراسه بتاعتكم، نتكلم ان احنا نبدا في البيت مدرسه دول. احنا في شهر 10 نقول ان شاء الله يعني بامر الله سبحانه وتعالى نقدر خلال سنه ال 100 مدرسه دول يخشوا. شكرا في خمطه يعني. شكرا جزيلا. احنا بنبدا وكده. طب انا عشان الدكتور مصطفى ما ضغطش عليه زياده عن اللزوم برضه هنحط رقم معتبر من تحيا مصر الدكتور مصطفى كصندوق
يمول جزء من من ال 100 مدرسه دول اللي هم اذا كنت انا فاهم ان هم أيوة. هيبقى جزء منهم مدارس الاي بي اس ومدارس شوف انتوا عايزين ايه بس احنا المتكامله للغات في 3000 فصل عشان الدكتور ما ايه كده يعني مع برنامجك العادي اللي انت أيوة. شغال فيه. طيب الحقيقه اهميه هذا الحوار عن التعليم، احنا لسه عندنا مقاطع تاني، بس اهميه هذا الحوار عن التعليم انه هذا يؤكد انه صحيح حصل انفاق على التعليم في المرحله الماضيه، والرئيس في المقطع الجاي هيقول ايوه عملنا انفاق وانفاق كبير، لكن هذا الانفاق لا يتلائم مع زياده عدد الطلبه. كل سنه بيدخل 750 الف طالب جديد للتعليم الاساسي، في مصر فيها 25 مليون طالب في المدارس، ده غير الجامعات والمعاهد وغير كده. فالانفاق على التعليم مهم. كان ايضا من القضايا المثاره انه مصر اولوياتها اولويات الانفاق لم تكن مرتبه بوضوح، بمعنى الانفاق على البنيه الاساسيه، الانفاق على الطرق، الانفاق على الكباري، طب فين الانفاق على التعليم؟ هنا الرئيس بيتكلم انه حدث بالفعل انفاق على التعليم، يمكن احنا عايزينه يكون اكتر ونعتزم ان يرتفع هذا الانفاق في الفتره المقبله، لكن هذه الظروف الاقتصاديه وهو ده حدود امكاناتنا، ولكن علينا ان نضاعف هذا الانفاق. فالمرحله المقبله اذا كانت العشر سنين الماضيه كما قال الرئيس هي لسد ثغرات اللي كانت موجوده في كل القطاعات، فالمرحله القادمه هي مرحله بناء التعليم. نسمع ما قاله عن الانفاق على التعليم. يمكن الأرقام اللي بيقولها الدكتور وزير التعليم يعني بيقول إن في إنفاق، وبيقول إن في تطوير في الإنفاق كمان. طيب. لكن أنا بما إن إحنا دايماً بنتعامل مع بعضنا بشفافية وبصراحة، هو حجم الإنفاق ده يكافئ العدد اللي بيتم تعليمه 25 مليون؟ لا لا. طب أنا بقوله ليه؟ لا لا بقوله ليه؟ صحيح، واحنا مسؤولين كلنا مع بعض، عشان كده مش انا الواحد اللي مسؤول ولا رئيس الحكومه ولا وزير التعليم، احنا كلنا مع بعض مسؤولين عن ده. الرقم ده قد يكون حتى مضاعفاته مش كفايه. صحيح. تصوروا حتى مضاعفاته، لان هو لما قال في الاول وساله الاستاذ احمد وقال له يعني انت بتقول ان التحدي اللي عندك الزياده السكانيه، فقال له 750 الف كل سنه بيدخلوا التعليم. طيب ما هو التحدي ده هل الدولة قبل لمجابهته ولا لا؟ صحيح. انا بكلمكم بصراحة مش صحيح. كده صحيح، ولازم نقول الكلام ده للناس وتسمعوا مننا بمنتهى الوضوح. صحيح. النهاردة مش الفكرة ابدا ان انا بعمل مدرسة او فصل، لكن كمان انا هقدر اعمل تشغيل مناسب يطلع منتج تعليمي جيد لأبنائنا وبناتنا. صحيح. في المرحلة المهمة دي أنا بقول لكم 25 مليون دول مش عايزين أقل من أقولي تريليون جنيه. أنا بقول صحيح. كلام بكلم لا صحيح. ها؟ معدل ما ينفق على الطالب في كل مش كده ولا أنا صحيح. طب هل إحنا النهاردة بننفق ده؟ لا. طب إحنا قادرين نلبي عدد المدارس دي؟ طب لا. لكن وعد الرئيس بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الإنفاق على التعليم. نيجي بقى للرياضة، والحقيقة أنه الرياضة ودي كانت بالنسبة لي جزء مهم جدا، لأنه الرئيس اهتم حين كان يشرح السيد وزير الشباب والرياضة بعض الأرقام عن الرياضة في مصر والإنفاق على الرياضة في مصر، أيضا شرحت وزيرة الثقافة كذلك. فالحقيقة أن الرئيس وقفه وقال له أنا كنت متخيل إن أنت هتكلمني على الشباب اللي هربوا أو اللي مشيوا أو يعني هم صحيح عدد قليل، ولكن كنت متخيل إن أنت هتطرح هذه القضية لأنها قضية مطروحة ولأنها حاجة شفناها ولأنه مش لازم نتجاهلها. صحيح أنتوا طلعتوا بيانات، ولكن في جمع زي ده مش لازم نتجاهل على الإطلاق فكرة إنه في رياضيين متفوقين وأبطال بيسيبونا لأنه المكافآت المادية صعبة، لأنه الوضع المادي صعب، مرتباتهم صعبة، ودي حقيقة.
وطالب الرئيس في هذا الأمر بمضاعفة مكافآت الأبطال، لأنه لازم نحافظ على أبطالنا، لازم نحافظ على الرياضيين. والحقيقة بشكره في هذا الأمر، لأنه هذه قضية إحنا لسه كنا بنتكلم مع عبد اللطيف منيع امبارح وبنقول له ها هتاخد مكافأة، له لسه واخد برونز وراح رايح الأولمبيكس ببرونز في بطولة العالم، هتاخد مكافأة كام؟ قال وعدني وزير الرياضة بمضاعفة المكافأة وإنه هو هيزودها. وزير الرياضة محتاج ميزانية، وهو الرئيس سأله بوضوح معاك يعني، هو بصراحة احنا كنا منتظرين وزير رياضة لوحده يقول يا رئيس أنا عايز فلوس، لكن هو استنى لما الرئيس قال له فبيقول له يعني عايز فلوس، قال له اه عايز فلوس. ف هنا الرئيس قال له إذا سنضاعف المكافآت وسنعمل على دعم المكافآت لأنه لابد من الحفاظ على رياضيين. كلمته في حاجات كتير، وكلمته على الدعم اللي انتوا بتقدموه وعلى الانفاق اللي انتوا بتعملوه، لكن خلي أقول لك لما يجي النهاردة شاب يتقال إن في شاب من عندنا أو شابين ساب مصر وراح، لو أنا النهاردة كوزير للشباب أو كحكومة ما اتكلمتش في الموضوع ده بجلاء وبوضوح وبشكل يعني مباشر لكل الناس، ده يعني هيقدح كتير في كل الجهد اللي انت بتتكلم عليه ده. لاعب الواحد ناتج المكافآت ديت بتبقى رقم مش قليل، رقم كبير جدا، واحنا بنوفره وبنديه للاعبين، وده في المتوسط العام للألعاب الفردية يعني كويس ومتوسطه كويس جدا. الألعاب الجماعية لها شأن خاص، يعني بصفة خاصة احنا فاصلين كرة القدم ليها نظام احترافي مختلف، ده الواقع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي فعلا. يعني عايز دعم ولا مش عايز؟ عايز دعم. انا اقول لا مش كده. ناخد دعم. طب انا هقول لك على حاجة عشان برضو فكر وادرس لنا في انك انت مستويات معينة نخلي المكافأة بتاعتها دكتور مصطفى اكبر من كده، نضعف كل الجوائز اللي كانت بتقدم لكل ابطالنا اللي حاصلين على بطولات، ده رقم ما يعني لا يعبر عن تقديرنا ليه، هم يستحقوا اكتر من كده بكتير، لكن الرقم برضو رقم مش متواضع قوي مش كده ولا انا؟ طبعا انت قلت 1.8 مليار وقلت 600 مليون وقلت كلام كتير كويس، علاوه على طبعا الدعم اللي بتقدمه كتير من الشركات وكلام من هذا القبيل. لا انا بتكلم على وزاره الشباب، بتكلم عليك انت شخصيا، وبالمناسبه اشرف وانا بقولها، ولو انت محتاج دعم في هذا المجال احنا ما عندناش مشكله، ما عندناش مشكله. ليه بقول كده؟ اصل ما يصحش ان يتقال ان حد من عندنا مشي عشان احنا مش قادرين، مش قادرين كويس، او ما راعيناهوش، او وقع مننا غصب عننا. طب هقول كلمه صعبه شويه، طب هو عشمان شويه، مش هقول طماع، هقول عشمان شويه، اعمل ايه؟ هسيبه يعني؟ لا معاه يعني اظن بقى خلاص كده، يعني بعد الكلام الرئيس انه هيضاعف المكافآت على الاقل في قطاعات معينه وفي درجات معينه، ننتظر من وزير الشباب والرياضه انه بسرعه يلحق ويقدم للرئيس ويعمل طلباته، لان هو الوزير ما كانش هيطلب لولا ان الرئيس قال له قول عايز دعم ولا لا. هذا امر شديد الاهميه، لا يجب ان نترك رياضيين يخرجوا ولا يروحوا يتجنسوا ولا يهربوا، لان هم بيبقوا تحت ضغوط مالية ومادية، وهذا حقهم، هذا حقهم. هو قال عشمان ما ينفعش ان احنا نترك رياضيين لان هم يتم اقتناصهم لدول اخرى وتجنسهم لدول اخرى. مصر بلد كبيرة، مصر بلد يعني تعرف الرياضة من زمن، عيب ان احنا عندنا ناس تمشي وتسيبنا لاسباب مادية، حتى لو كنا دولة متوسطة الحجم مش دولة غنية، لكن نقدر ان احنا نوفر الموارد بالذات لرياضيين، لان هو ده الرياضة، التعليم، الصحة، هي دي المناحي اللي يجب أن تنفق فيها الدولة وتضاعف إنفاقها على حساب نواحي أخرى، وهو ده اللي الحقيقة النهاردة بيعكسه السيد الرئيس واللي بيعد بيه في السنوات المقبلة. أيضا طبعا كان في تكريم حاشد النهاردة لأوائل الجامعات دفعة 2023 في الإسماعيلية، هذا التكريم يعني شاهد تكريم أوائل الجامعات من كل الجامعات بقى، السويس وبنها ومدينة السادات وأسيوط والقاهرة، كل الجامعات، مش بس الجامعات اللي هي الجامعات العواصم، لكن الحقيقة كان تكريم جميل جدا لما
يعني كلنا بنذكر لما كنا صغيرين كان حلمك ايه؟ انك تبقى مثلا او يمكن انا من اوائل الثانويه العامه عشان الرئيس يكرمك، ويعني دايما في احلام صغيره كده، او انه مش المحافظ، احنا كنا احلامنا اكبر من كده. فالحقيقه انه لما الشباب يشوف ان هو بيتكرم من اعلى مستوى، بالذات شباب الجامعات، بيشعر بالانتماء، بيشعر ان هو عايز يفضل يشتغل في البلد دي، مش عايز يمشي، وهو دي المشاعر اللي احنا عايزين نرسخها في شبابنا. خلونا نذهب بقى للسباق الانتخابي او السباق الرئاسي، وبدأ سباق جمع التوكيلات ايضا. النهاردة شفنا في مجلس النواب تسابق بين الاعضاء، اعضاء المجلس للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين المحتملين للرئاسة اللي هيستمر حتى الثلاثاء المقبل. التوقيع، الامين العام لمجلس النواب قال ان توقيع التزكية أو نموذج التزكية يجب أن يكون النائب بنفسه بشخصه، لا يجوز أن ينيب أحد غيره، ولا يجوز للنائب أن يزكي لمرشحين. طيب مين هيزكي مين؟ طبعا عندنا نشوف بقى المواقف السياسية للأحزاب والكتل البرلمانية. عندنا طبعا مستقبل وطن، وهو حزب الأغلبية عنده 315 نائب، حماة وطن عنده 23 نائب، الحرية عنده 7 نواب، النور عنده 7 نواب، وكل دول أعلنوا تزكيتهم للرئيس السيسي. يعني في حال طبعا كونيه مرشحا، بس هم بيعملوا التزكية من الآن. يبقى مستقبل وطن، حماة وطن، الحرية، والنور، كلهم زكوا الرئيس السيسي وأعلنوا ذلك. نيجي بقى للأحزاب التانية وللمرشحين الآخرين، هيعملوا إيه؟ احنا قلنا امامهم اما الحصول على 20 تزكية من مجلس اعضاء مجلس النواب، او على 25,000 توكيل من المواطنين في 15 محافظة، بحد ادنى 1000 توكيل من كل محافظة. طب نيجي بقى للاخرين، الحزب المصري الديمقراطي عنده 7 مقاطع، فريد زهران مقاعد، فريد زهران رئيس الحزب مرشح محتمل، وطبعا الحزب دي رئيسه فريد زهران التزكية. انضم إليهم حزب العدل وله نائبين في المجلس، فأدي 9 نواب أو 9 تزكيات من لفريد زهران. هو محتاج يجمع دلوقتي كام؟ يجمع أعتقد 11 صوت أو 11 نائب آخرين من بقى الأحزاب المستقلة أو الأحزاب التانية. طبعا حزب الشعب الجمهوري عنده 48 مقعد، وبالتالي رئيسه نازل فأعلن الترشح، فبالتالي ده خلاص ضمن التزكيات. نيجي حزب الوفد، عبد السند يمامة برضو عنده 26 نائب في البرلمان، وبالتالي أيضا إذا دفع الوفد بمرشح هيكون تزكية النواب لمرشح الوفد. المدة مش من 5 ل 14، لا، المدة دي فترة انك تقدم الورق بتاعك. المدة بدأت من امبارح، منذ اعلنت الوطنية للانتخابات انه خلاص المرشحون يقدروا ان هم يروحوا يعملوا التوكيلات، او الناس يعني تعمل لهم التوكيلات، او النواب تعمل لهم التزكية. فمن امبارح لحد يوم 14 احنا بنتكلم في 20 يوم، ال 20 يوم دول مماثلين للانتخابات الماضية اللي هي 18 وال 14 او ال 14 2014 2018. فال 20 يوم دول نفس الاوقات بتاعة 2014 و 2018، عشان بصراحة احنا كنا حسبناها 10 ايام، بس هذا غير دقيق. الحسبة بالظبط من امبارح حتى يوم 14، يعني 20 يوم، ممكن قلناها في الراوند تيبل الاخيره. خلونا بقى نذهب لخبر اخر، نروح نكلم عن الفرصه. والحقيقه ان احنا وصلنا خلاص لنهائيات الفرصه بعد 17 اسبوع.
أخذنا فيها على عاتقنا أننا ندور على أفضل الشركات الناشئة في كل شبر من مصر. بكرة نهائيات الفرصة في 9:00 مساء، حلقة الفاينل اللي هيتنافس فيها أو تتنافس فيها أقوى 10 شركات على مدار الموسم لاختيار شركة واحدة بس هي اللي هتفوز بموسم الفرصة 2023. الحقيقة سعيدة وكل فخر أن 10 شركات اللي قدروا يتنافسوا ويوصلوا لنهائيات هم من أفضل، هم من كل محافظات مصر ومن أفضل الشركات الناشئة. احنا الحقيقة سعداء أن خروجنا خارج القاهرة ادى منح هذه الشركات فرصة مش بس أنها تظهر وتطلع على التلفزيون، لكن قدروا ينافسوا ويوصلوا وتجيلهم كمان فرص أخرى للاستثمار وفرص أخرى تساندهم في طريقهم سواء نجحوا ولا ما نجحوش. 10 شركات اللي هتتنافس بكرة أو التوب 10 بتوعنا هم مين؟ أيمن من سبرينتس من القاهرة، المنصة اللي بتأهلك إنك تشتغل في سوق التكنولوجيا وما بتدفعش مقابل تدريبك غير لما بالفعل تشتغل. شيرين من فلاش، الشركة اللي بتبدل الكاش بفلاش، يعني بتخلينا نطلب الدليفري وبعد ما يوصلنا ونطمن نحاسب عليه من خلال باركود بدل الفلوس النقدية. مينا من كلينيدو من أسيوط، المنصة اللي بتوصلك بكل خدمات الرعاية الصحية واللي بدأت بخدمة أهل الصعيد. إنجي من جيلاتي، الأبليكيشن اللي بيخليك أو بيخليكي تبيع وتشتري هدومك المستعملة على الأبليكيشن. إسلام المر من سوبر بي من بورسعيد، المنصة اللي بتمكن أهل بورسعيد أنهم يطلبوا طلباتهم من السوبر ماركتس والمطاعم من مكان واحد. في كمان معانا شهاب الفحل من توريدات، المنصة اللي بتوفر لك كل مواد البناء والتشطيبات وبتثبت أسعارهم لفترة. حسام من مدرستي، المنصة اللي بتحاول تقدم بديل للدروس الخصوصية من خلال شرح المناهج والأغاني بالكرتون. أبا نوب من إكستراكتور من أسيوط واللي طور مكنة بتمكن الفلاحين أنهم يستخلصوا المواد الفعالة من النباتات العطرية في خطوة واحدة فقط. أيضا معانا بكرة هيكون مها من تراستون، إي جي من الفيوم، الشركة اللي بتصنع سماد ومخصبات من مواد عضوية. مينا من أنسيو كير من اسكندرية واللي لسه كسبان الحلقة اللي فاتت مضخة الأنسولين الأوتوماتيكية اللي ممكن تغير حياة مرضى السكر في مصر واللي كلمتكم عليها امبارح. في منافسة أحلى من كده؟ صناعة وزراعة وتكنولوجيا وصحة وتعليم، كلهم كانوا معنا في الفرصة وكلهم هيكونوا موجودين بكرة. شباب بيتسابق انه يبني مجتمعه، يحسن حياة الناس اللي عايشة حواليه. مفيش حياة أحلى ولا أجمل من كده. ده البرنامج اللي بيديني دايما طاقة وأمل في هذا البلد. اللي هيفوز بكرة هيحصل على جايزة مالية قيمتها 2 مليون جنيه من السي اي بي البنك التجاري الدولي، وحملة إعلانية أيضا مجانية من قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وحملة علاقات عامة أيضا عشان في ناس كتير بيسألونا هي كل المسابقة على 250,000 جنيه؟ على فكرة لا، جايزة 250,000 جنيه دي جايزة تشجيعية أسبوعية، لكن اللي هيفوز هيحصل على جايزة كبرى قيمتها ملايين الجنيهات، غير فرص التعاقدات والاستثمارات واللي هنقول لكم كل شوية مين جاله تعاقد، مين جاله استثمارات، مين. احنا طول الحلقة كان في من الحكام بيستثمروا وكتير من المتسابقين فازوا أو خسروا جات لهم استثمارات. مين بقى هيكون في لجنة التحكيم بكرة؟ بكرة لجنة التحكيم مكونة من 7 حكام. لجنة التحكيم الرئيسية للبرنامج المستثمر والمليارديرين المصري دكتور عمرو عوض الله، عمر الصاحي مدير عام أمازون، وأيضا هيكون معانا وائل فخراني من المستثمر من دبي، وأمل عنان شريك جلوبال 500. وكمان هيكون معانا 3 ضيوف من لجنة التحكيم: محمد الضماطي العضو المنتدب لدومتي، المهندس أحمد العدوي العضو المنتدب لإنيرشيا، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام. لجنة التحكيم صعبة مش سهلة، قدامها مهمة صعبة جدا المرة دي، وهي اختيار الأقوى من 10 شركات. بكرة 9:00 مساء نهائيات الفرصة، خليكم معنا. We'll be right back.
ونعود لانتخابات نادي الزمالك القلعة البيضاء. يوم الأحد الماضي كان معنا كابتن فاروق جعفر المرشح على مقعد الرئيس، والنهاردة هيكون معنا الكابتن حسين لبيب المرشح أيضا على مقعد الرئيس، ومعه قائمة كاملة. والحقيقة أنه كابتن لبيب مش غريب على نادي الزمالك ولا على الرياضة في مصر، وأحد رموز كرة اليد مش بس في الزمالك ولكن في مصر أيضا، تدرج في مناصب إدارية كثيرة في نادي الزمالك، ورأس نادي الزمالك في لجنة معينة لمدة 6 أشهر شهدت هذه الفترة استقرارا للزمالك، الحصول على بطولات كثيرة مش بس في كرة القدم ولكن في ألعاب أخرى كثيرة. لماذا يترشح؟ من هي القائمة؟ هيحل المشكلات إزاي؟ هيجيب موارد منين لنادي الزمالك؟ هيعمل إيه في فريق الكورة؟ الأعضاء والنادي الاجتماعي؟ كل دي أسئلة كتيرة جدا هنسألها للكابتن حسين لبيب، لكن خلونا الأول نتعرف على حسين لبيب. هو أحد رموز كرة اليد في نادي الزمالك، بدأ مشواره مع الفارس الأبيض عام 1968 في فرق الناشئين والشباب، حتى أصبح قائدا للفريق الأول ومنتخب مصر وأحد أساطير اللعبة. إنه الكابتن حسين لبيب. خلال مسيرته مع كرة اليد توج لبيب مع ملوك الصلاة بالعديد من البطولات، منها 7 ألقاب للدوري و9 لكأس مصر و5 بطولات أفريقية، ومع منتخب مصر شارك في 7 بطولات لكأس أمم أفريقيا وأكثر من بطولة لكأس العالم، كما شارك في أولمبياد أثينا. بعد اعتزاله اللعب عام 1985 اتجه لبيب للعمل الإداري، حيث تبوأ عضوية المجلس القومي للرياضة، كما شغل منصب أمين الصندوق في اتحاد كرة اليد وعضو لجنة التنسيق بالاتحاد الأفريقي. في عام 2019 أسند إليه منصب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد التي نظمتها مصر في 2021، وأكمل لبيب المهمة بنجاح منقطع النظير، حيث أبهرت مصر الجميع بتنظيم مونديال استثنائي على الرغم من تفشي جائحة كورونا. ومع تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك في مايو 2021، تولى لبيب رئاستها بتكليف من وزارة الشباب والرياضة لمدة 6 أشهر، استطاع خلالها تحقيق 18 بطولة في مختلف الألعاب والأعمار السنية بالنادي، على رأسها حصد الزمالك لبطولة الدوري العام لكرة القدم بعد غياب 6 سنوات كاملة عن القلعة البيضاء. كما استطاع لبيب حسم ملفات تجديد عقود بعض اللاعبين من نجوم الفريق مثل أحمد سيد زيزو ومحمود الونش وإمام عاشور وعبد الله جمعة، وشهد الزمالك في عهده استقرارا ملحوظا على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تولى فيها إدارة النادي. ومن هنا تربع في قلوب الزملكاوية خلال 6 أشهر فقط. الكابتن حسين لبيب، اهلا بيك. اهلا وسهلا رئيس، وشكرا جزيلا على المقدمه. اشكرك. قبل ما نتكلم بقى على الترشح وكده، شفت ماتش امبارح الزمالك والمقاولين؟ يعني زعلت على ماتش امبارح بتاع الزمالك والمقاولين صراحه، ويعني انا من وجهه نظري ان الخطا كان خطا تحكيمي فني، يعني مش تقديري، يعني ممكن يبقى البينالتي مثلا ده تقدير للحكم، فممكن يبقى الحكم وجهه نظره تقديريه. انما امس يعني حتى بكلام الحكم نفسه اما قال ان الكره يعني مش كلها كانت ثلاث ارباعها بره وربع وكده، هو القانون بيقول ان لو الكره 5 سنتي حتى منها على الخط بقت بينتي أو ضربة جزاء، فهو امبارح كان خطأ فني بحت، فالخطأ الفني لابد أن المباراة تتعاد حسب القوانين المسابقات
وفي نفس الوقت يعني اما الناس كلها بتطالب ان يبقى في ما يسمى نبذ التعصب والمنافسه الشريفه، يبقى انا بطالب اتحاد الكره ان هو لابد ان هو يتخذ القرار السليم الا وهو اعاده الماتش، لان هو ده الحق وما هياش غلطه تقديريه. يعني زي ما قلت انا واضح جدا هي غلطه فنيه. لو كنت رئيسا لنادي الزمالك في هذا التوقيت كنت هتطالب باعاده الماتش؟ كنت هطالب، والحق اللجنه الثلاثيه طلبت بذلك النهارده برضو. وفي نفس الوقت يعني زي ما نقول ايه، لابد ان احنا نخلق الجو المنافسه الرياضيه الشريفه، لان برضو احنا اي حد من حقه ان هو يدافع عن حقوقه، بس بالطرق السلميه المشروعه اللي هي في الاخر بتؤدي النتيجه يعني إيجابية. لكن الأداء نفسه، يعني كثير من المحللين قالوا أنه دي أسوأ بداية للزمالك من 30 سنة. الأداء، الفرقة، التفكيك، أداء الزمالك ده مش الزمالك. لا، زمالك فاقد 4 نقط من أول البطولة، من أول الماتشين في الدوري. يعني خلينا نقول برضه دايما ميسي، يعني انا ما بحبش اجي على اللاعبين فقط او الاجهزه الفنيه، المناخ اللي النادي موجود فيه في هذه الأونة يعني مناخ ما هواش المناخ اللي تقدري تاخدي من كل اللعيبة زي ما نقول الفول بيرفورمانس، أحسن ما أحسن 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 حاجة. فبرضو يعني مش عايز أجي على اللعيبة قوي، احنا بنقول يعني إن شاء الله هي فترة شهر ويجي مجلس إدارة منتخب ويبتدي يحط إيده على المفاتيح بقى في النادي كلها، بالنسبة للرياضة وبالنسبة للناحية الاجتماعية بالنسبة لكل الناحية. فيعني بدي عذر مش معناه ان انا كرياضي موافق على البرفورمنس بتاع الماتش او على يعني اداء اللاعبين، انا ما بدهمش عذر في ده، انما في الاخر لابد ان انا برضو ابقى فير مع نفسي. لا يعني المناخ مش جيد. شفت دموع سوريو؟ شفت سوريو تأثرت بدموعه وان هو بيبكي على لا ما تأثرش بدموعه فعلا؟ لا 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 ما تأثرش بدموعه، لان يعني احنا دموعنا اغلى من دموعه سوري بالبلدي كده بالبلدي اهو، انا برضو ببقى حقاني. لا حاسس ان هو كان احد اسباب التعادل امبارح؟ طبعا اكيد اكيد. لو انت رئيس لنادي الزمالك هل هيكون ليك مع اوسوريو حوار حديث؟ ده اللي بقوله، ان يعني عشان كده مش قادر اجي عليهم قوي، لان لابد ان يبقى في يعني قياده حكيمه زي ما بيقولوا كده. مش معنى ان اي واحد غلط سواء لاعبين او جهاز فني او جهاز اداري ان بندبح الناس، انما على الاقل بناخد فرصه ان احنا نقعد معاهم ونوضح الامور كلها، ويمكن ده اللي كان موجود ايام ما كنا في يعني هتخلي اوسوريو ولا هتديله فرصه وبعد كده؟ ده قرار صعب جدا اتخذه كده، انا مش ملم بجميع الامور حاليا يا فندم، فبالتالي ما تعودش ان انا اخد قرار غير مدروس اطلاقا اطلاقا. طيب خلينا نروح للترشح. ليه قررت تاخد هذا القرار؟ انت كنت علنت بعد في نهاية فترتك أنا لن أترشح لرئاسة نادي الزمالك، الموضوع ده انتهى في ذلك. لا في تلك الأونة كان أنا متفق مع الدكتور أشرف صبحي اللي هو وزير الشباب والرياضة، قلت له أنا جاي فترة 6 شهور دي فترة مؤقتة ولن أترشح في الانتخابات اللي هي الملحقة بالفترة بتاعتنا، إنما قلتش على العموم إن أنا لن أترشح. فالست شهور اللي احنا عدناهم أنا كنت عايز أدي مثال لجماهير النادي والأعضاء النادي إن النادي بتاعنا يمتلك من الكفاءات التي تستطيع أن تدير النادي بطريقة منظمة بطريقة عمل مؤسسي، والحمد لله ربنا أكرمنا جامد جدا إن احنا قدرنا نحقق نتائج متهيألي كل الناس قادرة تتخيلها. فبالتالي كان التصريح بتاعي ده منصب على الفترة دي. بعد ذلك أما لقيت إن النادي يعني شكله مش عاجبني كأداء وكل حاجة كفرق رياضية وكده، قلت يعني أنا عايز أجي وابتدينا بقى. امتى خدت قرار؟ يعني امتى خدت قلت أنا قررت إن أنا أترشح وابتدي بقى أكون قائمة وتفكر إنك ترشح؟ امتى يعني خدت قرار؟ تقريبا من 4 شهور كده، من 4 شهور ابتديت أشتغل على إن أنا
نيتي ان انا اترشح وما كانش برضو فارق معايا، لان بدل نويت حاجة معينة خلاص، فكان انا في ذهني ان انا نازل ايا كان المنافس اللي امامي انا هنزل، لان بقى عندي احساس ان واجبي على نادي الزمالك، لان انا مرتبط بيه من زمان قوي، ان انا لو قادر وحاسس ان انا اقدر اعمل حاجة للجماهير اللي انا بعشقها، جماهير النادي والاعضاء الجمعيه العموميه، يبقى انا لازم ارشح نفسي. بمناسبه بقى ايا كان المنافس، ربما يكون المنافس الاقوى امامك هو كابتن فاروق جعفر. طبعا. صحيح مش بتسلم عليه؟ لا، ما اقدرش ما اسلمش على كابتن فاروق، احنا زملاء ملعب تقريبا، كنا بنلعب في نفس التوقيت، فيمكن الموضوع اللي كابتن فاروق بيقول عليه انا ما خدش بالي، لان كانت ساعتها لو انا متذكر ده اللي هو في اثناء الترشيح احنا دخلنا، انا ما شفتوش في الاول بس بعد كده شفته، عشان انا ما احبش اكذب، بس كنا في حته وهو في حته، انما في اي وقت انا هسلم على كابتن فاروق، ولو هو حاسس او زعلان انا مستعد اروح له لغايه بيته واسلم عليه في بيته كمان. كابتن فاروق ده شعور يعني طيب، لان هو قال عندنا ان هو زعلان. لا، ان هو زعلان، وانا ما احبش ان كابتن فاروق يزعل مني ابدا، بتكلم جد، انا ما احبش كابتن فاروق، واسف يا كابتن فاروق قدام كل الناس. ده شيء محترم من حضرتك. يعني لم يعني اشوفها او ما خدش بالي، فانا بعتذر لك قدام الناس كلها، لو انت حاسس باي احساس ان انا اخطأت في حقك، انا ما اقدرش اخطأ في حقك، رمز من رموز النادي. طبعا كابتن حسين لبيب من اخلاقه ان هو لو حس فعلا ان هو اخطأ في حد يروح والله يقول. اسألي. اكيد، لان انا عمري ما بحس يا فندم ان الواحد اما بيخطئ او ان هو عالي على الناس، لا، انا بني ادم. المناصب بتغير الناس، بمعنى انك انت. طب ما الحمد لله يعني المناصب مش ناقص مناصب، بس يعني بمعنى ان هو قد يكون ذلك في البدايه في اجواء انتخابيه، وبعدين لما تبقى بقى رئيس النادي ينتهي الامر وتبقى انت الحاكم بامره، ويبقى انت بقى الايه المسيطر على كل يعني الأمور. مش عارف هقولها ازاي، بس يعني اكيد الناس كلها هتلقط اللي انا هقوله ده. انا اما دخلت النادي كرئيس للجنة المؤقتة، كابتن مصطفى الاحمر ده زميل ملعب بقالنا 50 سنة نعرف بعض، وهو جاي خبط على الباب وقال يعني كابتن مصطفى الاحمر فسكرتير، اول ما قلت له افتح الباب ده ورحت، اسف في اللفظ يعني اللي هو الهزار بتاعنا العادي، قلت له مصطفى انا حسين يعني اوعى تفتكر ان انا متغير. هو ده والد نيره اللي هي ده والد نيره طبعا، عشان انا بعزه جدا صراحه. انا ما بعرفش اتغير. كلمني بقى عن القايمه، قدرت النيجوشيشنز او التفاوض على القايمه ازاي؟ اخترتهم ازاي؟ ايه المعايير اللي انت اخترت بيها قايمتك؟ طيب خليني اقول يعني من اساليب الاداره ان النهارده انا ما ببصش على الشخص، بمعنى ايه؟ هدفي الاصلي ان انا لو ربنا اكرمني ووفقت ان انا ابقى بعرف ادير النادي لمصلحه النادي. فما كانش غرضي الاول ان انا ابص مين اللي هيكسبني انتخابات، بالنسبه لي دي تيجي سكند بايورتي الاولانيه، لو احنا نجحنا هذه المجموعه هنعرف ندير النادي ونوصل الجماهير واعضاء الجمعيه العموميه للي هم عايزينه ولا لا. فكان بدايتها كده حطينا المشاكل بتاعه النادي امامي يعني كحسين قبل ما ابتدي في اي حاجه بالنسبه للقائمه، وما حطيت المشاكل دي عملتها از بازل زي البازل كده بجد يعني مش بهزر. طيب احنا عندنا تكدس رهيب في عدد الاعضاء، تقريبا في حدود 100,000 عضو حاليا، المكان بقى ضايق عليهم جدا، فيبقى اول حاجه اعملها ايه؟ ابص على فروع اخرى. طب ما احنا عندنا ارض 6 اكتوبر دي بقى لها 25 سنه يعني ليه ما اتبنتش؟ اما قعدت افكر كده لقيت ان في المهندس هشام نصر اصلح واحد من وجهه نظري، مش اصلح واحد في مصر، لان القائمه لا تضم احسن 12 شخص في مصر او في نادي الزمالك، نادي الزمالك مليان قامات كبيره وكل المرشحين افاضل وكل المرشحين فعلا يعني كلهم كل واحد فيهم عنده خبرات، بس انا حاولت انقي منظومه متناغمه متجانسه تمتلك الخبرات كل في مجاله عشان احل البازل اللي قدامي. فعندك مثلا هشام نصر اخترته نائب للرئيس، حسام المندوه اخترته امين صندوق،
تمام يا فندم. عندك بقى في الاعضاء بقى فوق السن كابتن احمد سليمان طبعا يعني معروف هاني. بعدين بقى خدت من رجال الاعمال هاني برزي، هاني شكري، انا بحب اسميهم رجال صناعه وفكر اقتصادي واستثماري، لان مثلا لما نيجي نتكلم على المهندس هاني برزي هو رجل صناعه، الرياضه حاليا بقت صناعه. يعني الرياضة ما بقتش زي زمان هي رياضة فقط، لا بقت صناعة. فالمهندس هاني بيرزي مثلا من رجال الكبار في الصناعة في مصر. المهندس هاني شكري يمتلك برضو ملف هاني، هنيجي لكل ملف فيهم. بس استاذن حضرتك، كان الاساس برضو ان انا يعني هدفي غير المشاكل تغيير الصورة الذهنية عند الجميع عن نادي الزمالك. ايه هي الصورة الذهنية الموجودة عن نادي الزمالك؟ يعني مش هي دي الصورة اللي احنا تربينا فيها كنادي الزمالك كزملكاوية، فانا عايز ارجعها واكبرها واعظمها. واخترت مثلا عمرو ادهم، حسين السيد، محمد طارق، وبعدين تحت السن بقى رامين صوحي، احمد خالد حسنين، ونيرة الاحمر. هل انت واثق انه كل القائمة دي هتكسب؟ يعني ان شاء الله رب العالمين، لو يعني ما اطالب به الجمعيه العموميه ان يعني عشان احنا دلوقتي بنشتغل كلنا ضد عامل الوقت، النادي بقى متاخر قوي، فاحنا محتاجين السرعه في الاداء وتبقى سرعه يعني كويسه قوي كسرعه، وفي نفس الوقت يبقى احنا جميع الملفات متقسمه ومتذاكره، فبالتالي زي ما نقول كده يبقى التيك اوف بتاعنا يمشي بسرعه جدا. هل اختيارك للاسامي دي وكلهم زي ما حضرتك قلت في كتير منهم رجال صناعه، رجال يعني كلهم عندهم باع في الاقتصاد والصناعه، هل لانهم عندهم ملاءه ماليه يعني هيتبرعوا للنادي يحلوا مشاكله، ولا علشان الافكار؟ لانه قصه التبرعات دي قصه تانية يعني. لا يعني خلينا نقول ايه، النادي اغنى مننا كلنا بكتير، بس النادي لم يدار بطريقة استثمارية مظبوط، لأن النادي فيه يعني انت النادي الوحيد في مصر اللي يمتلك مثلا في حدود 110 محل، المحلات دي سور نادي الزمالك، اللي هو سور نادي الزمالك منطقة تجارية كبيرة للمهندسين، وال110 لم يدار بطريقة يعني موفقة، خليني أقول بطريقة موفقة. يمكن احنا عندنا افكار ان المحلات دي تجيب اموال اكتر. هي دي بالايجار ولا بالتمليك؟ دي بالايجار بالسنه يا فندم. ايجار جديد بقى من الايجارات يعني هو اخر اسعار مثلا احنا كنا عاملين بيها الايجارات كانت في حدود 75,000 محل في الشهر. 75,000 جنيه؟ ايوه للمحل. ايوه. وده طبعا يعتبر حضرتك شايفه ايه، قليل ولا كبير ولا لا يعني؟ كان في ذلك التوقيت من سنتين يعتبر إيجار مناسب جدا جدا، إنما أقصد في حاجات أخرى غير بس دي. بس شايف إن أنت تعلي الإيجارات مثلا في سوق؟ لا أنا شايف إن أنا أي حاجة وأنا بعملها لابد إن أدي أدد فاليو سيرفيس عشان أقدر النهاردة لو حضرتك النهاردة بتشتري دي مني بخمسة جنيه وأنا عايز أخلي الخمسة جنيه عشرة جنيه، يبقى أنا لازم أعمل إضافة في السيرفيسز او في الخدمات عشان يبقى من حقي ان انا اتناقش معاكي ازاي اطلع من 5 جنيه. لانه معظم هذه المحلات دلوقتي بقى شكلها متهالك وشكلها وبعضها قافل وبعضها يعني وضعها الحقيقه مش بتاعه سور نادي الزمالك بتاع زمان. ما هو في عندنا تقريبا حاليا على ما اظن يعني، بس ما عنديش البيان الصحيح، في حدود من 10 12 14 محل فاضيين الى الان. فاضيين. وفي بعض المحلات عليهم يعني مبالغ كبيره جدا ومش مدفوع، يعني في نوعا ما عدم الاعتناء بما يسمى ملف المحلات. يعني النهارده مثلا لما حضرتك هنتناقش مثلا ازاي احنا نقدر نجيب تمويل، انا عندي احساس ان في الحاجه بتاعه المحلات دي اكتر من فكره ممكن تعلي الايرادات النادي جدا او تعظم من الايرادات. نرجع للقائمه. طيب ماذا اذا فاز هاني العتال وله شعبية كبيرة على حساب هشام نصر، هتعمل ايه؟ هتعرف تتعامل معاه افرض ان هو كسب؟ يعني انا اتمنى التوفيق لاي واحد، وللاستاذ هاني العتال هو ابن من ابناء نادي الزمالك وهو برضو لاعب كرة يد برضو باي ذا واي، فيعني احنا مش اعداء يا فندم، احنا مش اعداء يعني برضو
عايز. لا انا عارفه ان انتوا مش اعداء ولكن لا دايما كل مرشح للرئاسه بيبقى عايز قائمته كلها تكسب عشان فيها تناسق وتفاهم بينهم وبين بعض. وفي نفس الوقت يعني عندي من الكابابيلتيز ان انا اتناغم وتناسق مع كل الناس لمصلحه نادي الزمالك. بينك وبين هاني العتال في تواصل يعني لما بتشوفوا بعض علاقتكم شكلها ايه؟ لا علاقتنا كويسه جدا مع هاني ومع الوالد الحاج مجدي العتال، لا علاقه طيبه جدا جدا. ايه رايك في تبرع هاني العتال ب 2 مليون جنيه؟ يعني هايل، يا ريت كل الناس تحذو حذوه في التبرعات لان كل دي حاجه بتضيف لنادي الزمالك. في برضو صندوق تاني مجموعه من الزملكاويه ومحترمين جدا ان هم مش عايزين يقولوا اسمائهم، بس دي طريقه تانية. يعني هاني عمل طريقه وظريفه جدا جدا ويشكر جدا عليها فعلا. وفي طريقه اخرى ان موجود ما يسمى صندوق، الصندوق ده مجموعه من الزملكاويه من ضمنهم افراد القائمه بتاعتنا، وبالتالي حاطين الفلوس تحت أمرة النادي للجنة الثلاثية عشان تبقى كل حاجة داخلة عن طريق. ففي النادي. ناس اوريدي في لجنتك بالفعل قدموا تبرعات؟ طبعا يا فندم. طبعا. ليه لم يعلن عنها؟ عشان ده واجب علينا يعني اقصد. بس بصراحة معلش انا هقف هنا عند قصة التبرعات دي يا فندم، هل شايف انها في توقيت سليم؟ يعني صحيح فريق اليد كان محتاج القيد وده موضوع اساسي، بس في وقت الانتخابات هل سليم ان احنا نقدم تبرعات في وقت انتخابات؟ يعني انت شايف ده ازاي؟ يعني انا اللي شايفه مصلحه النادي، يعني مش هحكم على شخص لان النيات دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فانا شايف كل حاجه بدال في صالح نادي الزمالك يبقى انا قابلها، انما كل زي ما بيقولوا كل شيخ له طريقه. يعني هو قال برضو هاني العتال انه هيحل ازمه الرباعي الاجنبي بتاع الكوره، الرباعي الاجانب، يبقى برضو يعني حاجه جميله. ما كل واحد بقى طيب، يبقى كل واحد يدخل بفلوس ويقول يا جماعه انا هدفع كذا وانا هدفع يعني كذا. لا يعني انا اللي انا متخيله ان هاني والحاج مجدي ما بيعملوش كده خالص، هم بيحبوا النادي وبيحاولوا يساعدوا النادي بطريقه، واحنا بنحاول نساعد النادي بطريقه. ما انا برضه ممكن اقول لحضرتك ان برضه احنا مالهاش دعوه بقى بانتخابات ولا بتاع، احنا مثلا ناويين من نوع من انواع السبورت للنادي او دعم النادي ان احنا نغير كل السيراميك اللي في النادي ده من كتر الناس ما بتتزحلق كاننا في صاله باتيناج، وهنجيب انترلوك وده مالوش دعوه ان احنا نجحنا او خسرنا. القائمه أيوة بالكامل. ايوه ناويين على حسابكم يعني؟ يعني وفي حاجة تانية اللي هي برضو يعني في كذا حاجة أنا ما بحبش، بس الكلام يعني كحسين أنا ما بحبش الكلام عن الحاجات، إنما الحاجة هتبقى موجودة لمصلحة أعضاء النادي ولمصلحة النادي سواء نجحتوا أو خسرتوا، فأنتوا هتغيروا السيراميك كله وتعملوا له انترلوك في النادي. برضو لو نجح خالد لطيف، وخالد برضو يعني له شعبيه في النادي والاخر على حساب المندوه، برضو عندكش مشكله؟ لا يعني الدكتور حسام المندوه عنده شعبيه طاغيه، فبالتالي يعني الدكتور حسام لا هيكسب. يعني انت متوقع ان المندوه هيكسب؟ ايوه طبعا. الان من اي حد في القائمه انه ما يكسبش؟ الان ان القائمه كلها ما تكسبش، انما في نفس الوقت ان انا اللي قلقان عليه اكتر هو نادي الزمالك مش على الأشخاص بتاعت القائمة، لأن أنا من فكرنا يعني شايف أن نقدر إن شاء الله نطلع بالنادي في حاجة أو في حتة تانية زي ما بتتقال كده، شايفها كويس جدا جدا جدا. طب خلينا نتكلم على البرنامج. اتفضل. قول لي أول أو أهم الثلاث أولويات بالنسبة لبرنامج كابتن حسين لبيب وقائمته. نرجع تاني أقول لحضرتك إيه مثلا؟ احنا طريقة شغلنا اللي متفق عليها ما بيننا كقائمة هيبقى فيه مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة بيبقى تحتيه ما يسمى مدير النادي الاجتماعي، ثم بعد ذلك المدير التنفيذي اللي هو السي او بتاع النادي، وفي الآخر بيبقى فيه من 9 لـ11 لجنة. لسه لم نستقر على الأعداد قوي، إنما ممكن تبقى من 9 لـ11 لجنة. اللجان دي هي بالنسبة لنا احنا كفكر في المانجمنت هي اللي هتبقى بتدير النادي. لجان يعني اشرح لي اكتر، يعني لجنة رياضية، لجنة اجتماعية، لجنة كده يعني؟ حاجة لحضرتك. فبالتالي مجلس الإدارة هو اللي بيحط الاستراتيجيات، احنا عايزين نوصل بالنادي فين، وبينقل هذه الاستراتيجيات للسي او او المدير التنفيذي عشان يبتدي يحطها للجان المختلفة. ومدير النادي الاجتماعي هو كل قصته للأعضاء فقط، من هنا ورايح في واحد
24 ساعة قاعد للأعضاء يشوف طلباتهم وخدماتهم 24 إيراد مع مرسى النهر ومصيف مرسى مطروح. دول من الأعضاء ولا دول من موظفين هيكون؟ لا المدير النادي اللي هو الاجتماعي ده واحد من الأعضاء، واحنا يعني حاطينه وعارفين احنا هنجيب مين. لا ما اقدرش اقول حاليا. بس كل الناس دي مش متفرغه يا فندم، انت عايز يعني مدير نادي اجتماعي يبقى متفرغ يعني. ايوه عشان كده بقول مش من، لا تاني يا فندم، ولا المدير التنفيذي ولا مدير النادي الاجتماعي من مجلس الاداره، اعضاء مجلس الاداره. لان زي ما حضرتك قلتي هم مش متفرغين. مش متفرغين، فهم بيحطوا الاستراتيجيات ويتابعوا تنفيذ هذه الاستراتيجيات عن طريق المدير النادي الاجتماعي وعن طريق المدير التنفيذي بتاع النادي. طيب لما نيجي بقى نحط اللجان دي، اللجان دي مثلا هقول لحضرتك حاجه، مثلا هيبقى في لجنه الاستثمار والتمليك دي اللي بيرقصها الاستاذ محمد الاتربي. هو مش في المجلس الاداره، هو مش محمد الاتربي رئيس بنك مصر. بالظبط كده يا فندم. بس الاستاذ محمد انا متفق معاه ان هو هيرقص هذه اللجنه، لان اللجنه دي من اهم اللجان عندنا. وبالتالي برضو الاتفاق مع كل ان شاء الله رؤساء اللجان ان هم اللي بيحطوا اسماء اللجنه بتاعته. بالتالي هو بيبقى 100% معاه فول اوثوريتي على هذا الملف. النهارده مثلا ما فيش حاجه اسمها اداره تسويق. طيب ما احنا النهارده عندنا في التسويق مثلا يعني الاستاذ هاني شكري يعني واحد من افضل الناس هنا في مصر وبيدير شركه عالميه في الحته بتاعت التسويق، ومعاه برضو احمد خالد ده اللي هو تحت سن ولد عنده يعني خبره كويسه جدا في التسويق الرياضي وفي التسويق ان جنرال. ادي اتنين كمان في لجنه تانية. طب النهارده ما يسمى السيوله النقديه والتدفقات الماليه، معانا الدكتور حسام المندو. الدكتور حسام هو نائب في البرلمان واستاذ جامعه، وهو اللي بيدير اموال العائله بتاعه الدكتور حسام والاستثمارات بتاعته، فهو برضو من اكفأ الناس اللي يدير هذا الملف. اما نيجي نتكلم على مثلا الحته اللي هي بنسميها الانشائيه والهندسيه، هيبقى المهندس هشام نصر وبياخد معاه مجموعه من الدكاتره. اقدر اقول مثلا الدكتور مدحت الشاذلي، الاستاذ الدكتور نبيل حراز. يعني احنا عندنا الاسماء بس انا مش عايز اقول كل حاجه. تمام. يعني طيب نمشي بس في طيب الازمه الماليه هي في مقدمه طبعا المشكلات. لما في بدايه توليك الفتره الانتقاليه الماضيه يعني انت كشفت للرأي العام وقلت يا جماعة ادي الارقام، ادي الغرامات، ادي الوضع عندنا، هل مستعد تعمل كده هذه المرة؟ اكيد اكيد اكيد. ولو وجد حسين لبيب اخطاء تصل الى حد المحاسبة القانونية، هل هيواصل المحاسبة القانونية ولا هيقول عفا الله عما سلف؟ طبعا يا فندم، يعني اي حاجة قانونية احنا ملتزمين ان احنا قدام الجمعية العمومية نوصلها للحاجة المظبوطة. يعني لو وجدت اخطاء سابقة تصل لحد المحاسبة القانونية، انا مش عايز اسميها بقى فساد، مش عايز اسميها كذا، انا ما اعرفش اسمها، لو وجدت اخطاء تصل للمحاسبة القانونية، حسين لبيب هيواصل محاسبته القانونية؟ يعني مش هيقول عفا الله عما سلف؟ لا يا فندم، لان انا هبقى بستلم. احنا عشان نيجي لو ربنا اراد وكان عندنا التوفيق ان احنا جينا هنبقى بنستلم من اللجنه الثلاثيه. فاي مجلس اداره جاي لابد يبقى في جمعيه عموميه اللي هي بتوافق على الميزانيه اللي اللجنه الثلاثيه، ده شروط الانتخابات. فلابد ان اللجنه الثلاثيه هتعمل ما يسمى الميزانيه. الميزانيه دي بتتراجع من وزاره الشباب، تراجع من الجهاز المركزي للمحاسبات. فبالتالي لو في اي حاجه فيهم لازم انا هتجه هذا الاتجاه. بعد كده انا ما اقدرش اخاطب اي جهه غير وزاره الشباب والرياضه او الجهاز المركزي للمحاسبات. لما كان ضيفنا كابتن فاروق قال ما حدش يعرف حجم مديونيه الزمالك او حجم الازمه الماليه في الزمالك، حضرتك كنت بتقول مليار و450 مليون جنيه، هل لديك ما يثبت ذلك؟ طيب احنا كنا في النادي بندير النادي وكان معانا الكابتن فاروق بس ما كانش في مجلس اداره، انا ما هو كان معانا مسؤول عن ملف من الملفات.
أما رجعنا الأرقام يا فندم زي ما بقول، لا الأرقام لو أنا قلت رقم أبقى مسؤول عنه. في النهاردة الدرايف في رقم اللي أنا قلته، والرقم ده برضو أنا وضحت تماما أن مش ده الرقم اللي المفروض ندفعه، لأن لو إحنا بنمثل النادي بشركة فالضرايب بتيجي تقول يا جماعة 1 2 3 4 5. إحنا عندنا لازم يبقى فيه حاجة اسمها المراقب المالي والمحاسب القانوني، هما بياخدوا الأرقام دي كلها وبيفندوها، ممكن الرقم في الآخر يطلع نص ده أو ربع ده، فيمكن الكابتن فاروق كان يقصد ذلك. إنما أنا لما بقول الرقم ده أنا بقولش ده على الرقم ده كله على الضرايب، ولا دي أرقام، ولا ده غرامات أخرى وأمور أخرى؟ لا دي 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 ضرائب بأنواعها. ضرائب بأنواعها. طب ماذا عن مستحقات الفرق الرياضية والعمال؟ مستحقات الفرق الرياضية جامدة جدا، يعني معظم الناس بقى لها اللي 6 شهور اللي 8 شهور ما أخدتش مستحقاتها. يعني احنا ما احنا الوقت بقينا بنلف بقى وبنقعد مع الناس في الفترة الأخيرة دي، فقادرين نعرف ده حقيقة من اللاعبين ومن الناس كلها اللي بنقعد معاها. بقى لهم قد ايه العمال والفرق الرياضية؟ انا اظن العمال النهاردة دفع لهم، يعني اللجنة الثلاثية قايمة بمجهود رهيب، الدكتور عماد بنان دفع لهم شهر اظن. احمد افندم دفع لهم شهر اظن، يعني لو انا متخيل هيبقى تقريبا يا اما اخدوا كل المرتبات يا اما ناقصهم شهر. النهاردة في دفعة دفعت، فبرضو عايز يعني اشكر بجد الدكتور عماد بنان استاذ احمد فؤاد الوطن و أيمن هو مدير النشاط الرياضي. طب يعني في فلوس، مش كل الفلوس محجوز عليها. يشكر بقى في ذلك الأستاذ أحمد فؤاد الوطن بجد عامل مجهود رهيب. يعني ليه كان الكلام أنه كل فلوس نادي الزمالك محجوز عليها؟ كان الفلوس الزمالك كان الأستاذ ممدوح عباس حجز عليها في الأول، بعد كده الرئيس السابق وصل انه طلب من الضرائب انها تيجي تاخد الفلوس، فالضرائب خدت 70 مليون، مش كده؟ لا هي راحت حاجزة على حسابات النادي كلها. فبالتالي بقى النادي عنده شلل في ما يسمى السيولة النقدية. انما الاستاذ احمد فؤاد الوطن قادر الحمد لله يعمل مجهود رهيب صراحة، يعني اللجنة الثلاثية يعني انا بشكرهم من كل قلبي فعلا. طب وده يخلي السؤال الاهم، هتجيب الموارد منين؟ هتجيب الفلوس منين؟ طيب. يعني إذا كان في الرقم ده حتى لو كان أقل قليلا أكثر قليلا، الفلوس يعني كم مرتبات الناس في النادي مثلا في الشهر؟ طب خليني أقول، احنا جبنا الفلوس اما دخلنا النادي من 6 شهور دخلنا ايه؟ احنا كان النادي مفهوش غير 1 مليون جنيه، والنادي استقر لمدة 6 شهور، دفعنا جميع المستحقات بتاعت 6 شهور بل بلاس كمان دفعنا ما قبل ذلك، سددت للعيبة وسددنا اللعيبة. اللعيبة بتاعت مثلا فريق كرة القدم لما دخلنا كان واخد 19%، اما مشينا كان واخد اولموست 79 أو 80%. ففي مقدرة اسمها التفكير، ما فيش بقى حاجة اسمها دول جايين ومش عارف عاملين نفسهم رجال اعمال وهيدفعوا فلوس من جيبهم، لا الكلام ده كلام مش سليم اطلاقا. يعني انا هوضح لحضرتك حاجة، مثلا احنا كنا بندفع في العضويات اللي هي كرنيهات العضوية اولموست 2 مليون جنيه، يعني لو هناخدها على مدار 3 سنين، لان احنا عملنا عقد على 3 سنين، لو خدنا على مدار 3 سنين بيبقى بندفع 6 مليون في السنة. طيب احنا بدل ما هندفع 6 مليون لمدة 3 سنين عملنا شراكة مع احد المنظومة المصرية، يعني احد المنظومات المصرية، وخليناهم هم يتكفلوا بـ6 مليون، يبقى وفرنا النادي 6 مليون، وجابوا لنا بوابات الكترونيه تقريبا عشان نعرف الحاجه مظبوط بـ2 مليون، واخدنا منهم اعلان على كارنيه النادي بـ3 مليون، يبقى احنا وفرنا كام حضرتك؟ لا انا بقى كنت ادبي، انت تسالنيش انا كنت ادبي 6 و2 و3 يبقى 11. 11 ماشي. فانا بدل ما اقعد يعني زي ما يقولوا انحت في الصخر، ما انا لو رشطت ما يسمى النفقات وفكرت بطريقه out of the box زي ما بيسموها هنقدر. انا دخلنا النادي في 6 شهور برضو لقينا ان الملابس الرياضية النادي بيدفعها تقريبا من 38-40 مليون، دي سبونسر يدفعها على طول. جبنا الشركة اللي هي بتعمل الملابس دي، ادتنا ملابس للفرق الرياضية كلها ببلاش، وقال بالعكس كمان بقينا بناخد 15% من اي تيشيرت بتباع
عليها اللوجو بتاع الزمالك. بس دلوقتي الأزمة أكتر كتير من وقت ال 21 من سنة 21 لما حضرتك كنت ماسك ده النادي. اللي ما اقدرش بقى ارد، يمكن مثلا الكابتن فاروق هيبقى محق في دي ايه، انا ما عنديش البيانات لغاية امبارح، انما زي ما احنا دخلنا انت حضرتك بتقول لي مليار و450 مليون، يعني ده رقم واحد يا فندم، ده رقم واحد. طيب يبقى ده بتكلمني بس يعني ما عنديش يعني انا عشان اعرف احل مظبوط لازم عندي فول بيكتشر او صحيح الصوره. بس منين بقى الموارد؟ يعني تفكيرك في الموارد اكيد. طيب في عندي فيجن. عندي دلوقتي الكوره كانت بتدار بحاجه اسمها كوست سنتر، بمعنى ان الكوره خسرانه على طول. صح، كوره في نادي الزمالك خسرانه على طول، يعني ما تحطيها كبالانس شيت يمين وشمال الكره خسرانه. وده في كل النوادي كده ولا معظم النوادي كده؟ فاهم، معظم النوادي كده فاهم. طيب النهارده احنا قانون النهارده مديني حريه في حاجه اسمها انشاء شركات رياضيه خاصه بمنظومه الرياضه. طيب انا النهارده تفكيرنا كله ان احنا نعمل شركه كوره بس بطريقتنا بقى، يعني انا مش هقدر يمكن افصح عنها، انما في الاخر بتوصلني ان انا يبقى اسيتس قام، انا عارف ان الارقام هتبقى ارقام كويسه جدا، واقدر اخلي شركه الكوره دي تنزل از اي بي او في البورصه واخد عليها مظبوط واخد عليها فلوس. دي حاجه. النهارده ارض 6 اكتوبر، ارض 6 اكتوبر بطريقه معينه برضو ده دخل رهيب للنادي لا يقل عن 300 400 مليون جنيه. انه انشاء النادي ولا اللي هو دخل من العضويات؟ يعني دخل من العضويات ودخل من حاجات تانية. فده اللي انا ببقى بس متحفظ فيه لغايه لما اشوف، لان مثلا ارض اكتوبر دي انا عارف ان في برضو تعاقد من قبل كده، التعاقد ده بس محتاجين نشوفه ونذاكره ونعيد برضو يعني وجهات النظر فيه. فزي ما قلت لحضرتك يعني موارد النادي بجد، يعني النادي الزمالك مفترض يبقى من اغنى انديه مصر، بس هي كان في يعني ممكن يبقى عدم اهتمام او هل كان سوء اداره ولا عدم اهتمام ولا غير ذلك؟ لا اكيد ممكن يبقى يا اما سوء اداره يا عدم اهتمام. انا بصي احنا ولا جايين نصفي حسابات مع حد ولا ليا دعوه بحد، انا ليا ان نادي الزمالك يعلو شانه زي ما كنا طول عمرنا، بل بالعكس كمان يكبر عنه. اكتر من كده ما عنديش غرض تاني يعني، وكلنا متفقين كقائمه موحده، انا زي ما بسميها قائمه موحده، قائمه موحده كلها متفقه على ذلك. طيب اسمح لي نخرج فاصل قصير، بعد الفاصل نتكلم عن كرة القدم، فريق الكرة، اللعيبة، غرامة، عقوبة كهربا، كل زيزو، فتوح، كل ده بعد الفاصل. كابتن حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك. طب جات لنا ثلاث أسئلة سريعة قبل ما يدخل في فريق الكورة. هل الأعضاء الحاليين في نادي الزمالك الرئيسي هيدفعوا أي مبالغ لفرع أكتوبر؟ يعني هم بيقولوا أن هم كانوا بيدفعوا مع الاشتراك السنوي بقالهم 9 سنين حاجة لنادي أكتوبر ما يسمى مساهمة في فرع أكتوبر، هيفضلوا يدفعوها ولا لا؟ وهيكونوا كده أعضاء في نادي أكتوبر كمان؟ لا يعني يمكن احنا التصور اللي بنذاكره دلوقتي وناويين نعرضه على الجمعية العمومية عشان ناخد بيه موافقة ممكن يلغي القصة دي، بس محتاجين ان احنا الأول زي ما بيقولوا نحط تصور كامل أمام الجمعية العمومية. يعني احنا يعني دائما هيبقى الأعضاء الجمعية العمومية حاسين ان احنا بنشتغل عمل مؤسسي، لو انا هشتغل عمل مؤسسي يبقى أي قرارات من اللي هي قرارات اللي بنسميها قرارات مصيرية لابد ان انا اخد عليها موافقة الجمعية العمومية. بس هم اوريدي دفعوا، في ناس بقى 9 سنين دفعت، اللي دفعوه ده هيروح فين؟ طب الأول أبقى عارف بس اللي دفعوه راح فين وبعدين أبقى أدور على البتاع، ما أنا مش عارف والله. يعني ده من الحاجات اللي زي ما بقول حاجات اللي بطمن بيه بس أعضاء الجمعية العمومية إن إحنا أي قرار هناخده في موضوع أرض أكتوبر لابد إن أنا هعمل جمعية عمومية غير عادية أخد رأي الناس كلها. تصوركم إن الأعضاء اللي في نادي الزمالك الرئيسي بتاع الميتاوبة هيقدروا يخشوا فرع أكتوبر؟ طبعاً مش عضويات منفصلة يعني. طيب هتعمل إيه في قصة القيمة المضافة؟ طيب القيمة المضافة النهاردة ده قانون للدولة، قانون للدولة، وخليني ده أنا رأيي كده
اي واحد عنده التزام مالي، التزام مالي يعني النهارده مثلا القيمه المضافه، في ناس دفعت القيمه المضافه كاش او نقدا يعني مره واحده، وفي ناس دفعت القيمه المضافه لان كان مسموح لها او عندها تصريح انها تدفعها بالقسط، فلو كان جه مواعيد القسط دي يبقى لازم برضو هيدفعها، يبقى اصبحت القيمه المضافه ده كقانون هي من حق الدوله ولا يمكن هتقسطها يعني تكمل، هي اوريدي بتتقسط اظن. وبنحاول دلوقتي نوصل لما يسمى التقسيط للقيمه المضافه، بس انا محتاج موافقه وزاره الشباب اولا، ووزاره الشباب بتقدر تروح بقى وزاره الماليه، انا ما ينفعش اخاطب وزاره الماليه. بس 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 دول اللي مش دف اللي مش مستكملين القيمه المضافه اللي هي من 2016 اظن، مش اعضاء يعني ما قدروش يروحوا الجمعيه العموميه يصوتوا او في الانتخابات يصوتوا. لتحديد من له حق التصويت دي مش مشكلتي انا كحسين خالص، دي هتبقى مشكله اللجنه الثلاثيه هي اللي هتاخد هذا القرار، انا مش من حق اتدخل فيه خالص، انا حاليا عضو فقط، عضو. بس ده عدد كبير يعني انت بتتكلم طبعا في بس الافات ما يعني. عشان كده هم اللجنه الثلاثيه حاطه هذه المشكله امامها وبتخاطب بيها وزاره الشباب والرياضه. يعني انتوا هتعملوا ايه؟ لا احنا دي ما الناس صالح بيها خالص يا فندم، انما بعد كده اقدر انا بقى قصدي بعد كده لما تبقى يعني رئيسي. حاليا ليس لنا صالح بيها، انما بعد كده انا مقتنع تماما ان القيمه المضافه دي من حق الساده الاعضاء ان هم يعملوا لها تقسيط، وهنوجد الاليه بتاعه بس التقسيط. المهم التصويت الفوتنج، هل مع الفوتنج المره دي مش تبعي المره دي مش تبعي خالص. طيب ماذا عن العضويات المخفضه اللي كانت دخلت في الفتره الماضيه، واعتقد كان ليك تصريح كده حصل فيه لبس. طيب حضرتك قلت لي ان حصل مظبوط كده. طيب دلوقتي انا يعني اول حاجه انا من واجبي ان انا احث كل الاعضاء ان هم ييجوا وينتخبوا عشان يبقى اكبر عدد للجمعيه العموميه يجي ينتخب، فانا ماليش صالح خالص ان ده تبع فلان او ده تبع فلان، كل عضو من حقه تماما انه يجي ينتخب عشان ما حدش يأول كلامي بصوره مش مظبوطه بتعمل بلبله واحنا مش محتاجينها. طيب لا مساس باي واحد اكتسب عضويه ولا من حقي، ده بقى عنده حق مكتسب معاه كارنيه النادي مركز قانوني انتهينا منه، يعني لو واحد سواء كان دافع 10,000 جنيه او 30,000 او 60,000 او عضويه مستثناه، او واحد منهم مثلا دفع 90,100، وانا الارقام اللي بقولها دي كلها موجوده، كل دول خلاص دول يعني النادي بيقولوا ايه اللي قبل 2016 وبعد 2016، يا جماعه احنا قلنا بصراحه منتهيه ايه، كل الاعضاء اللي معاهم كارنيهات ودافعين التزاماتهم اللي هي منصوص عليها يوم ما اشترك لو يوم ما اشترك قالوا له 30,000 هو دافع 30,000 خلاص ما عليهوش ولا حاجه تاني، كان كل كلامي منصب على ان انا بس بعد اذن حضرتك عشان اعرف اوصلها للناس كويس، كل كلامي اللي ممكن يبقى حدث منه بلبله ان قلت احنا في سنه 2020 مجلس إدارة، أنا ما كنتش فيه، مجلس إدارة أخذ قرار إنه يزود العضويات بأربع فئات 200 و225 و250 وما يسمى الفئات المستثناء 70,000، ده في سنة 2020 وبعد ذلك فوضوا يعني أخذوا موافقة الجمعية إن تبقى دي الأسعار للجديد، الجديد ده اللي هو لسه مش في النادي، اللي مش في النادي كل اللي فات، كل اللي فات ده خلاص اشترك. هتكمل هذه الاستثناءات؟ ما انا بحاولش. في 2021 اللجنه السابقه علينا اللي هي لجنه المستشار عماد فعلت هذا القرار اللي هو بتاع مجلس الاداره. فعلت ده. وبالتالي احنا في وجودنا استمرنا في تفعيل ده. وبعدين المجلس الاداره اللي جه ما فعلش هذه العضويات. انا النهارده لو لنا نصيب ووفقنا كل اللي هعمله ايه، هرجع للجمعيه العموميه اقول لهم انا عندي قرار من حضراتكم، قرار من حضراتكم بيقول لو هاخد عضو جديد من بدايه من بكره هاخده بالارقام دي، تحبوا الارقام دي تزيد ولا تقل ولا نعمل فيها ايه. اما سالت السؤال ده تخيلي بقى حضرتك، اما سالت السؤال ده للنادي للاعضاء العاملين كله قال لك زود،
كله قال زود. ايوه انت لازم زود يكون عندك تصور كابتن تاني ما هو دي مش تصور تصور أنا. عشان تطرحه ما تصور تدافع عنه امام القضاء يبقى عشان كده انا بعمل ايه دلوقتي يا فندم بعرض طيب. هذه الارقام قدام الاعضاء عشان ابتدي الم ما يسمى التصور اللي حضرتك بتقوليه اللي هو هروح حاطه في الجماعه يوم طب خلينا نروح للكوره قلت ان عقود اللاعبين لاعبي الزمالك بعضها مبالغ مغالى فيه هتعمل فيها ايه؟ هو انت تقدر حضرتك هتقدر تقعد مع لاعبين تقول له خفض من عقدك؟ برضه زي العضويات كده مفيش اي حاجه اسمها تخفيض العقد بس اقدر احط كنترول على اللاعبين ان هم يدوني اعلى بيرفورمنس عشان ياخد هذه المبالغ يعني هتعمل البيرفورمنس او الاداء امام العقد يعني هيبقى في حاجه في امام حاجه في افكار كدا. جديده ما برضو بعد ان حاجه ما بتبقي رياضيه فبتبقي قادره تتفاعلي مع اللاعبين اكتر من اي حد وفي نفس الوقت هم ما بيحسوا معاكي بمصداقيه وده اللي حصل في خلال الست شهور السابقه اللي احنا كنا فيها الولاد كلهم بجد بيحبوا النادي وغايرين عن النادي فبالتالي بيبقى العمليه مش زي ما الناس فاكره ان احنا هنقعد ونتخانق انت كنت مجدد لزيزو والامام عاشور والونش فاكر جددت وعبد الله جمعه امام عاشور جددت وسيف الجزيري امام عاشور جددت له بكام 8 مليون في السنه جراس مش نت جراس يعني بما فيها الضرائب يعني ولمده 4 سنين بنفس الرقم بس دلوقتي هو بياخد رقم تاني بياخد مثلا انا بتكلم على 20 مليون جنيه لا ما اعرفش هو حاليا مش شغال في نادي الزمالك هل كنت لو كنت رئيسا لنادي الزمالك كنت هتقدر تحافظ عليه؟ انا يعني كان ماضي معايا والله كان ماضي مش هحافظ عليه ما هو كان موجود في النادي كان موجود في النادي يعني انا سهل ودوري وكان موجود في النادي هل عندك معلومات؟ وكان موجود في النادي بعد اذن حضرتك كان قدامه سنه ونص مش بس موجود في النادي كان قدامه سنه ونص فيعني لو كنت عايز اعليه كنت يعني لا موضوع زعلان ان امام عاشور مشي مزعلني جدا مزعلك جدا جدا بجد لان هو لاعب مهاري ولاعب كويس جدا واحنا كنا شايفينه كويس جدا من قبل حتى هو ما يشوف نفسه كويس جدا عشان كده قدرنا نعمل معاه تعاقد 4 سنوات ب8 مليون اجمالي مش صافي وفي نفس الوقت كل سنه كانت ب8 مليون وده من يعني يعتبر برضو انجاز اللجنه انها تمضي لاعب بنفس الرقم لمده 4 سنوات تعرف فلوس بيع امام عاشور راحت فين؟ لا انا ماليش دخل خالص بالنادي حاليا ما بدخلش عكس اللي الناس بتقوله انا ما بدخلش في حاجه في ناس بتقول انك بتتدخل قوي بتقعد مع اللاعبين بتقعد مع اسوريو ففي ناس متضايقه من القصه دي بيقول لك لسه ليس لديك صفه انا لست مسؤولا ان الناس او هقولها بصراحه برضو بتثق فيا وحاسه ان انا ممكن اساعدهم فبيلجؤوني ما فيش اي بني ادم يقدر يلجا لي ويقول له لا طبعا زيزو كان جايه له عروض كتيره منها عرض من الشباب السعودي حوالي 6 مليون دولار لو جاله العرض في يناير الجاي هتعمل ايه؟ ولا كاني اسمع بامانه ولا كاني اسمع اي اصل من اصول النادي لازم احافظ عليها وزيزو بتعتبره اصل من اصول النادي طبعا مش مستعد تبيع زيزو لا كابتن فاروق جعفر كان بيقول لا والله ايوه زيزو اساسي لكن زيزو ممكن ابيعه لو له بديل ابيعه واجيب مكانه حد تاني او 3-4 لعيب ودي رؤيه الكابتن فاروق احنا رؤيتنا انا احافظ على الاصول بتاعتي واحاول اجيب الرقم اللي كان هيدفع في زيزو من اي مصادر اخرى عشان كده بنقول لابد ان احنا نفكر تفكير خارج الصندوق فبالتالي التفكير خارج الصندوق ما وصلنيش ان انا ابيع الاصول بتاعتي لا بس ده وجهه نظري بس طبعا بس هو جاي له عقد كبير هتحاول بقى تراضيه تحاول تزود له عقده هتعمل معاه ايه؟ لا يعني زي ما بقول اعمل معاه ايه؟ انا لعيب زيه فهو اللي هيعمل معايا ايه؟ خلينا نقول كده انا لعيب زي هو اللي هيعمل معايا ايه؟ ما انا فندم كنت موجود وكل اللعيبه بيجي لها عقود هو في يعني اسف لفظ هو في لعيب في الزمالك ما بيجيبوش عقود طب ما النهارده احد اللاعبين بالنادي المنافس قال لك انا اتمنى ان زيزو وفتوح يبقوا عندنا لعيبه الزمالك جامده قوي بمناسبه فتوح لعيبه الزمالك جامده قوي ماشي ماشي هعدي ده كابتن لبيب هو ما قلتش حاجه يعني هعدي دي فتوح يناير بس عديها وانت حضرتك مبسوط لعيبه الزمالك كويسين ولعيبه الاهلي احسن طبعا بس يعني لا ولا احسن الاهلي احسن ما الاثنين كويسين طيب فتوح هيبقى فري قانونا في يناير الجاي
يقدر يمضي لاي نادي هتعمل ايه؟ هيمضي لنادي الزمالك. هيمضي لنادي الزمالك. انت عارف طبعا انه الاهلي بيدخل على الصفقات، وانا هنا بكلمك كصحفيه، الاهلي بيدخل على الصفقات. تمام يا هيمضي في نادي الزمالك. ليه؟ عشان نادي الزمالك هو افتخر انه لاعب في نادي الزمالك. اه ما هو امام عاشور كان لاعب زملكاوي يعني ولاعب في الزمالك في الاوضاع الراهنه في الاوضاع الراهنه فتوح هيمضي في نادي الزمالك. انت متاكد ان فتوح هيمضي في نادي الزمالك؟ ليه؟ عشان نادي الزمالك ما برضو القيمه والفلوس مهمه. قيمة نادي الزمالك من وجهة نظري أنا بعتبر نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، ده اقتناعي التام بدون تجريح في أي حد، وبالتالي يعني يشرف أي لاعب في جمهورية مصر العربية أنه ينتمي لنادي الزمالك. ده اللي أنا بشتغل عليه وده اللي أنا بتكلم عليه مع اللعيبة بتاعت نادي الزمالك، وإن شاء الله هيقتنعوا بالكلام ده وهحقق لهم. هل الانتماء فقط يكفي؟ ولا احنا بنتكلم على لعيبه فعلا كويسين فعلا بتجيلهم عروض طبعا سواء من الاهلي او غير الاهلي من بره كمان في الخليج صح بتجيلهم عروض كويسه طبعا. هل الانتماء الكره لم تعد انتماء فقط لانه كتير من رياضة. اللعيبه هنا بيروحوا هنا ومن هنا بيروحوا هنا ويروحوا ايلا وانت شايف رونالدو والعود اللي بتيجي لصلاح وكل الدنيا كده طيب. دي صناعه وحرفه واتفقنا على كده مش انتماء فقط هتقدر تقنعهم ازاي بالبقاء في نادي الزمالك ولهم مستحقات لم يعني نمره واحد لازم هياخد مستحقاته كلها نمره اتنين ان النهارده في اكتر من طريقه ان عقده يزيد بدون ما يبقى النادي بيدفعهم يعني احنا ايامنا برضو انا بريفير ليامنا ليه لان ده حصل فعلا يعني اما بحب اتكلم بتكلم على نتائج على الارض احنا ايامنا كان اللعيب منهم ثلاث لاعبين من دون ذكر اسماء من اللي اتجدد معاهم كان من حقهم ياخدوا اعلانات في حدود 3 مليون جنيه في السنه. اه فعندك طرق اخرى عندي عايز طرق تزود اخرى عشان كده بقول لحضرتك هنمضي في نادي الزمالك. هنشوف كابتن احمد سليمان وكابتن هاجي مع حضرتك خلاص انا وكابتن فتوح لما يمضي في نادي الزمالك ده وعد وعد تمام كابتن قلت ان ملف الكوره هيتولاه كابتن احمد سليمان وكابتن احمد وكابتن حسين السيد حسين السيد مزبوط. الصلاحيات هتتقسم بينهم ازاي؟ مفيش حاجه اسمها صلاحيات بمعنى ان احنا جوه النادي كمجلس اداره وكمجموعه من اللجان هو ده اللي بنتفق فيه مع بعض ولا يحق ليا ان انا اشرح ده امام العامه لان ده اسلوب عمل بمعنى حدش كان عارف احنا في الست شهور كنا بندير ملف كره القدم ازاي انما يعني اللي اقدر اقوله ايه حاسبوني على ان انا نجحت في اداره هذا الملف كلجنه ولا لا فبالتالي لما انا ابقى متاخر عن المنافس بسبعه بونت وبعد كده اقدر اخد الدوري يبقى اكيد عملنا حاجه كويسه مش عايز اقول احنا بنشتغلها ازاي انما اللي اقدر اقوله بس الاسماء اللي هي كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد هم اللي هيبقوا بيديروا ملف كره القدم جزء من الحاجات اللي بتبوظ الدنيا هي التصريحات الكتيره تمام بالذات في الكوره تمام الحقيقه يعني هتقدر تظبط ده طبعًا. يعني الاهلي ظابط ده بشكل محترف جدا تمام. هتقدر تظبط ده طول عمر نادي الزمالك كان بيشتغل كانديفيدوال او بحاجه شخصيه انما احنا نيتنا ان احنا نشتغل عمل مؤسسي يعني كان في مشكله ما بين كابتن حسين السيد في تصريحات كتيره والجماهير وكده هتقدر تظبط قصه التصريحات وقصه ان شاء الله انه ما يبقاش في كلام كتير خارج من نادي تسريبات كتيره خارجه من نادي طب خليني برضه اقول اما ناس كتير بتقعد تقول بقى انتوا بتصرحوا كتير او في ناس بتصرح كتير وبتاع لا يا جماعه برضه خلوا بالكم ان مثلا ملف الغرامات الدوليه ده لولا ان احنا صرحنا بيه وفجرناه كمشكله ما كانتش حد عارف ما حدش كان عارف ان علينا 18 مليون دولار فبالتالي احنا بنستخدم بعض الحاجات اللي الناس ما بتبقاش عارفه احنا بنستخدمها ليه بذكاء لمصلحه نادي الزمالك. طب جزء كبير من الكلام احنا ردينا عليه لكن لو في حاجه تحب ترد عليها سريعا بس عشان لازم اخرج فاصل. حاضر الفكر الاستراتيجي الدكتور كمال كان بيقول بدايه بس بقول ان احنا فكرنا الاستراتيجي منبثق من ان كلنا فعلا بنفكر ازاي حلول المشاكل الماليه يعني ما رناش غير دي وفي نفس الوقت زي ما قلت برضو موضوع اكتوبر ده عندنا تصور له مش ضروري ان انا ابقى بدفع فيه فلوس اطلاقا
واقدر ابني 6 اكتوبر، بل بالعكس بقى انا بوعد كل اعضاء الجمعيه العموميه في خلال 18 شهر من تواجدنا داخل النادي لو ربنا اراد وتوفقنا ان هياخدوا المرحله الاولى في نادي اكتوبر. خلال 18 شهر مرحله اولى، ملاعب ملاعب مفتوحه وحدائق مش بالنجيل الصناعي. منافسه فاروق جعفر؟ منافسة فاروق جعفر أكيد منافسة قوية جدا جدا، كابتن فاروق يعني رمز من رموز النادي، ودي منافسة شريفة، وأنا يشرفني أن أنا أتنافس مع كابتن فاروق، وأول واحد لو كابتن فاروق كسب أنا هبارك له، ولو محتاج مني أي مساعدات في أي حاجة أنا تحت أمر النادي وتحت أمر كابتن فاروق. اللوبي اللي داخل نادي الزمالك قادر عليه، قادر عليه، قادر على اللوبي، قادر ده عليه. اللوبي ده قد يكون متشعب في كل مكان دي سنين طويلة، في كل جنينة وفي كل حتة وفي كل مكان ان شاء الله قادر عليه، مش حسين المجموعة، لان زي ما قلت حضرتك احنا مش هنبقى 12 فقط، يعني اولموس حاجة بقى. بتشوف اللوبي ده شايفه طبعا نازل قدامك في الانتخابات، بتشوفه وراء اي مرشح ولا؟ طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. انا سالت كابتن فاروق جعفر اذا كان مدعوما من مجلس سابق، قال لا. لا انا مش بتكلم على مرشحين الرئاسه، انا لما بتكلم على المرشحين ان جنرال او عامه، لا في طبعا دعم من اللي هو الكابتن حلمي كان بيقول عليه من اللوبي. طيب سريعا قبل ما اخرج فاصل، هتعمل ايه في غرامه كهرباء؟ غرامه وانا عارفه ان حضرتك قلت انك لا يعني مش موافق على تقسيط غرامه كهرباء او عقوبه كهرباء. هو ده ردي للمره الثانيه، كهرباء اخطا في حق نادي الزمالك، لو المحكمة ادتني هذا الحق ان شاء الله هخسر فلوس كلها، لازم اخد فلوس كهرباء. بس كابتن فاروق قال وجهة نظر تانية، قال لك ان هو التقسيط بالنسبة لنا احسن عشان ناخد فلوسنا، لان كهرباء ممكن يقول لك انا هعتزل ومش هقدر. يا ريت يعتزل، والله هبقى فرحان جدا. انا بقى هبقى فرحان جدا. الشر 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 يا فندم. واحد اخطأ، انا هساعده، يعني واحد اخطأ في حقي كنادي انا اساعده ليه؟ اسف ليه؟ يعني دي ملهاش دعوه، ممكن ما تاخدهمش اصلا، يعني ممكن يعتزل وما تاخدهمش بعد اذن حضرتك. ممكن انا بطرح وجهه النظر والله التانية. يعتزل يعني يعتزل وعملوا له ماتش اعتزال 24 قيراط، بس انا هاخد حقي تماما. عايز يعتزل يبقى خلاص، وما تاخدش 2.5 مليون دولار، ما تاخدش 2 ان شاء الله قادرين، جمهور الزمالك هيدفعها، واتحدى واتحدى جمهور الزمالك يدفعها. انا هنا صعب قوي، انا اهلاويه فصعب قوي ارد عليه، بس انا هفضل محايده. نخرج فاصل طب ونرجع. والله انا محايد برضه. نخرج فاصل ونرجع مع كابتن حسين لبيب. الدقائق الأخيرة في حوارنا مع كابتن حسين لبيب، كنت عايز اتكلم على سريعا على اللجنة، على بس او على القائمة، اعضاء القائمة بعد اذن حضرتك ما بلحق. دلوقتي احنا في لجنة تمويل الاستثمار بقيادة الاستاذ محمد اتريبي مع المهندس هاني بيرزي، كرة القدم كابتن احمد سليمان كابتن حسين سيد، شركة كرة قدم هيبقى فيها المهندس هاني بيرزي، هاني شكري، عمرو ادهم، محمد اتريبي، الالعاب الجماعية مسؤولية المهندس هشام نصر، محمد طارق نهير الاحمر، اللعبات الاخرى محمد طارق، رامي نصوحي، السياسات النقدية الدكتور حسام مندوه، الإعلامية هيبقى هاني شكري وأحمد خالد ونيل الأحمر، لأن مطالبين نغير أو يعني نغير كل حاجة خاصة بالناحية الإعلامية في النادي، لجنة التسويق هاني شكري وأحمد خالد، العلاقات الدولية عمرو أدهم وأحمد خالد، الخدمات الاجتماعية للأعضاء هشام ناصر، نيلة الأحمر، محمد طارق، رامي نصوحي، أنا ماشي بسرعة والله، المتابعة وإعداد الكوادر وإدارة الأزمات حسين لبيب، الهيكلة الإدارية هاني شكري، هاني بيرزي، رامي نصوحي. يعني أنا بس بقول كده لأن كل الناس دي أقدر مني على أنهم يشرحوا هذه الملفات، بس أنا حاولت أوضحه دلوقتي أن كل اللي أنا بقوله ده متذاكر، وكل عضو في الأعضاء اللجان دي كلها فاهم شغله كويس جدا، وعارف إيه التارجتس اللي قدامه، ويقدر يشرحها أكتر مني أحسن مني 100 مرة. هل أنت راضي على قناة نادي الزمالك؟ إطلاقا لا. إيه اللي عايز تغيره فيها؟ كلها كلها كلها، بمعنى والله بس دي محتاجة فلوس. لا عمر ما كانت فلوس بتوقف حاجة يا فندم،
هل هنشوف رموز نادي الزمالك على قناة نادي الزمالك؟ انا هعمل لجنة للحكماء والرموز، دول هم اصلنا يعني، دول اللي احنا اتعلمنا منهم المبادئ، عايزين نرجع كل حاجة حلو، بالذات الرموز والحكماء بتوع نادي الزمالك. لما كنت رئيس للجنة المؤقتة البعض انتقدك، قالك في البداية كنت عرفت تجيبوا بطولات، عرفت تعمل استقرار في النادي، لكن في الآخر خلاص بقى كان الأزمة المالية تحكمت في حسين لبيب، هل هذا صحيح؟ ده طبعا لغاية لما مشينا سايبين في النادي، لو أنا متذكر أرقام 14-15 لا أكتر كمان. بس أنا ندمت على التعاقد مع حمدي النجاز؟ لا 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 خالص خالص. ليه؟ لكنه كان يعني في ناس كتير قالت ان 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 في مشكله، ان هو يعني تملي سهل قوي انك تحكمي على اي حاجه، خاصه انه خسر القضيه امام النادي. يعني ما انا بقول لحضرتك سهل قوي تحكمي على اي قرار بيتاخد لو انت مش في نفس الظروف وفي نفس المواعيد. وانت تعاقدت معاه بمبلغ كبير برغم خالص ان هو خالص انا كسبت فيه 50,000 دولار بس، عشان كل القصص اللي بتتقال دي انا بس يعني الفاظي ما بتحاولش تقول الحق في ان انا اقدر اجرح في حد، انما نادي الزمالك 50,000 دولار مكسب في موضوع حمدي النقاص. علاقتك ايه بكابتن خطيب؟ زي الفل برضو اصدقاء ملعب كابتن خطيب ومعظم مجلس اداره النادي الاهلي، يعني علاقه كلهم كل احترام. علاقه الزمالك بالاهلي هتكون يعني افضل قليلا الفتره الجايه، افضل كثيرا طول ما هو كل واحد بيحافظ على حقوق ناديه وما بيجرحش في النادي الاخر. هتعملوا هدنه في قصه مين يخش على لعيبه مين، ولا ولا الهدنه دي هتبقى بعد فتوح؟ لا ان شاء الله فتوح هيبقى في الزمالك، ويمكن ناخد واحد من الاهلي. الناس كمان تاخد يعني واحد من الاهلي كمان برضه ده ميسه، ما تخلينيش ايه احطها في دماغي. بعد اذنك. الناس تحاسبك بعد قد ايه؟ الناس تحاسبنا في اثناء كل جمعيه عموميه، لان احنا البرنامج بتاعنا انا نسيت برضه اقول هيبقى يعني 5 يعني من 5 ل 10 اكتوبر هنحط البرنامج كله، وكل واحد هيشرح الدور بتاعه داخل هذا البرنامج بالخطه الزمنيه بتاعته. فكل سنه الجمعيه العموميه من حقها تيجي تحاسبنا، لان هيبقى قدامها ايه اللي احنا وعدنا بيه وايه اللي تنفذ منه وايه اللي ما تنفذش. الجمعيه العموميه كل سنه، كل سنه. فانت شايف ان بعد سنه الناس ممكن تحاسبك؟ لازم تحاسبك. النادي المشتاق لبطولة أفريقيا، الزمالك ما خدش بطولة أفريقيا بقاله كتير، تعد الجمهور بالدوري أو بطولة أفريقيا؟ قاعد الجمهور إن احنا هنبذل قصارى جهدنا، أنا راجل رياضي ما عنديش حاجة غير إن أنا لما ببقى في المباراة عايز أكسب. اللي قاعد بيه الجمهور إن أنا كل شغلي على إن أنا أكسب البطولات، والحمد لله قدرت أعملها مرة قبل كده، فربنا يكرمني ويوفقني وأقدر أعملها مرة تانية. ليه الناس تنتخب حضرتك وما تنتخبش فاروق جعفر؟ لا دي الناس اللي تحكم عليها، انا ما اقدرش اعرف ليه الناس تنتخبك. ما اعرف يعني بامانه ما اعرفش، ولا احب اقول كده يعني، انا بتكلم بكل وضوح، الناس كلها تقدر تسمعني كويس جدا، عشان كان برضو الاستاذ عمر هريدي قال اتكلم عشان اعرفك، فاديني بتكلم اهو، انا طالع مرتين بس، يمكن اطلع مره واحده بعد كده وبس خلاص، عشان انا بتكلم، لان مش مصلحه اي نادي او اي حاجه من وجهه نظري طبعا، وعارف ان في مناظرات في كل الدنيا، بس احنا كلنا النهارده في ظرف صعب جدا، انا جاي اخدم نادي الزمالك والاستاذ عمر والكابتن فاروق، فخلاص ولا مناظرات ولا حاجه، تعالى نحط ايدنا في ايد بعض كلنا عشان مصلحه نادي. كلمه زمالك. اخيره للجمعيه العموميه. جمعية عمومية يعني إن شاء الله يعني أوعدكم بإن إحنا إن شاء الله هنحقق كل حاجة مكتوبة في البرنامج بتاعنا اللي هتسمعوه في وقته من الـ 12 فرد من أفراد مجلس الإدارة، وإن شاء الله كل ما هنوعد بيه هيتحقق إن شاء الله. كابتن حسين لبيب أنا بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك التوفيق كما أتمنى لكل المرشحين، ونتمنى للزمالك التوفيق. الزمالك مرة أخرى نادي كبير، نادي مهم، عايزينه يرجع يقف على رجليه تاني مرة أخرى. أنا صحيح أهلوية بس أنا برضو بحب الزمالك، والزمالك ده جزء كبير من حياتي الرياضية، في الأول كان في الزمالك، ومن غير الأهلي والزمالك مفيش رياضة في مصر ومفيش كورة في مصر. أو من غير الزمالك والأهلي. يعني أنا هفضل أقولها الأهلي والزمالك. شكرا كابتن حسين لبيب وبالتوفيق. وبشكركم أعزائي المشاهدين، نتقابل يوم السبت بإذن الله، وهذه لميس الحديدي تهيئكم، تصبحوا على خير.